الشريط السابع عشر، الوجه الأول من كتاب سيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. 317. كلما ازداد الإيمان قويت محبة الخالق، كلما أوغلت الفهوم في معرفة الخالق فشاهدت عظمته ولطفه ورفعته، تاهت في محبته فخرجت عن حد الثبوت. وقد كان خلق من الناس غلبت عليهم محبته فلم يقدروا على مخالطة الخلق، ومنهم من لم يقدر على السكوت عن الذكر، وفيهم من لم ينم إلا غلبه، وفيهم من هام في البراري، وفيهم من احترق في بدنه، فيا حسن مخمورهم ما ألذ سكره، ويا عيش قلقهم ما أحسن وجده. كان أبو عبيدة الخواص قد غلبه الوجد، فكان يمشي في الأسواق ويقول: واشوقا إلى من يراني ولا أرى. وكان فتح بن سخرف يقول: قد طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك. الهامش: السنة أن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إن كان الموت خيرا لي. انتهى الهامش. وكان قيس بن الربيع كأنه مخمور من غير شراب، وكان ابن عقيل يقول: إن التبذل فيه سبحانه أحسن من التجمل في غيره. هل رأيت قط عراة أحسن من المحرمين؟ هل رأيت للمتزينين برياش الدنيا كأثواب الصالحين؟ هل رأيت خمارا أحسن من نعاس المتهجدين؟ هل رأيت سكرا أحسن من صعق الواجدين؟ هل شاهدت ماء صافيا أصفى من دموع المتأسفين؟ هل رأيت رؤوسا مائلة كرؤوس المنكسرين؟ هل لصق بالأرض أحسن من جباه المصلين؟ هل حرك نسيم الأسحار أوراق الأشجار فبلغ تحريكه أذيال المتهجدين؟ هل ارتفعت أكف وانبسطت أيد فضاهت أكف الراغبين؟ هل حرك القلوب صوت ترجيع لحن أو رنة وتر كما حرك حنين المشتاقين؟ وإنما يحسن التبذل في تحصيل أوفى الأغراض، فلذلك حسن التبذل في خدمة المنعم. 318. فساد أولي الأمر. في سبب تبذير الولاة أكثرهم لا يعرف ولا يتأدب بآدابه بمرة، يتفق له قلة العقل في أصل الوضع، ثم ذلك القليل لا يعاون بل يعان عليه، وذاك أن الجارحة إذا دام تعطلها عن عملها الذي هيئت له تعطلت وخمدت، ولهذا تنقص أبصار النساخ والرفائين. الهامش: المثال لا يطابق المقال، فأبصار النساخ إنما كلت من كثرة العمل لا من قلته. انتهى الهامش. ولهذا تنقص أبصار النساخ والرفائين، وتحتد أبصار أهل البوادي، لأنه لا صادم لأبصارهم، وشغل العقل التفكر والنظر في عواقب الأحوال والاستدلال بالشاهد على الغائب، وهم يمتلئون من الطعام دائما، وذلك يؤذي العقل، ثم يطيلون النوم، فإذا انتبهوا شربوا المسكر ف
فاتفق للعقل تعطيل وتغطية فساء التدبير. 319. لا تحدث العوام بما لا تحتمله عقولهم. من المخاطرات العظيمة تحديث العوام بما لا تحتمله قلوبهم أو بما قد رسخ في نفوسهم ضده. مثاله أن قوما قد رسخ في قلوبهم التشبيه، وأن ذات الخالق سبحانه ملاصقة للعرش وهي بقدر العرش، ويفضل من العرش 4 أصابع، وسمعوا مثل هذا من أشياخهم، وثبت عندهم أنه إذا نزل انتقل إلى السماء الدنيا، فخلت منه 6 سماوات، فإذا دعي أحدهم إلى التنزيه وقيل له ليس كما خطر لك، وإنما ينبغي أن تمر الأحاديث كما جاءت من غير مساكنة ما توهمه أو ما توهمه، صعب هذا عليه لوجهين: أحدهما لغلبة الحس عليه، والحس على العوام أغلب، والثاني لما قد سمعه من ذلك من الأشياخ الذين كانوا أجهل منه، فالمخاطب لهذا مخاطر بنفسه ولقد بلغني عن بعض من كان يتدين أنه ممن قد رسخ في قلبه التشبيه أنه سمع من بعض العلماء شيئا من التنزيه، فقال: والله لو قدرت عليه لقتلته. فالله الله أن تحدث مخلوقا من العوام بما لا يحتمله. الهامش: ماذا يريد أن يقول؟ هل ندع العامي المشبه على تشبيهه لا نبين له؟ ولم لا؟ أولم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم التوحيد لمن رسخ في نفسه الشرك؟ انتهى الهامش. فإنه لا يزول ما في نفسه، ويخاطر المحدث له بنفسه، فكذلك كل ما يتعلق بالأصول. 320. حفظ الحدود وإخلاص العمل هما ميزان المؤمن. لا يغرك من الرجل طنطنته وما تراه يفعل من صلاة وصوم وصدقة وعزلة عن الخلق، إنما الرجل هو الذي يراعي شيئين: حفظ الحدود وإخلاص العمل. فكم قد رأينا متعبدا يخرق الحدود بالغيبة وفعل ما لا يجوز مما يوافق هواه، وكم قد اعتبرنا على صاحب دين أنه يقصد بفعله غير الله تعالى. وهذه الآفة تزيد وتنقص في الخلق، فالرجل كل الرجل هو الذي يراعي حدود الله، وهي ما فرض عليه وألزم به ولا يتعداها إلى هواه ويحسن القصد، فيكون عمله وقوله خالصا لله تعالى، لا يريد به الخلق ولا تعظيمهم له. فرب خاشع ليقال ناسك، وصامت ليقال خائف، وتارك للدنيا ليقال زاهد. وعلامة المخلص أن يكون في جلوته كخلوته، وربما تكلف بين الناس التبسم والانبساط لينمحي عنه اسم زاهد. فقد كان ابن سيرين يضحك بالنهار فإذا جن الليل فكأنه قتل أهل القرية. واعلم أن المعمول معه لا يريد الشركاء. الهامش: أي الله سبحانه وتعالى. انتهى الهامش. واعلم أن المعمول معه لا يريد الشركاء، فالمخلص مفرد له بالقصد، والمرائي قد أشرك ليحصل له مدح الناس، وذلك ينقلب لأن قلوبهم بيد من أشرك معه، فهو يقلبها عليه لا إليه.
فالموفق من كانت معاملته باطنة وأعماله خالصة، وذاك الذي تحبه الناس وإن كرهوا، كما يمقتون المرائي وإن زاد تعبده. ثم إن الرجل الموصوف بهذه الخصال لا يتناهى عن كمال العلوم ولا يقصر عن طلب الفضائل، فملأ الزمان أكثر مما يسعه من الخير، وقلبه لا يفتر عن العمل القلبي إلى أن يصير شغله بالحق سبحانه وتعالى ثلاثمائة واحد وعشرون. الدفن في مقبرة أحمد بن حنبل. رأيت خلقا يفرطون في أديانهم ثم يقولون: أحملونا إذا متنا إلى مقبرة أحمد. أتراهم ما سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين وعلى الغال الهامش الغلول السرقة من الغنيمة، ولعل منه أخذ أموال الدولة بلا حق. انتهى الهامش. أتراهم ما سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين وعلى الغال، وقال: ما ينفعه صلاتي عليه. ولقد رأيت أقواما من العلماء حملهم حب الصيت على أن استخرجوا إذنا من السلطان فدفنوا في دكة أحمد بن حنبل، وهم يعلمون أن هناك خلقا بعضهم على بعض، وما فيهم إلا من يعلم أنه ما يستحق القرب من مثل ذلك، فأين احتقار النفوس؟ أما سمعوا أن عمر بن عبد العزيز قيل له: تدفن في الحجرة، فقال: لأن ألقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أرى نفسي أهلا لذلك. لكن العادات وحب الرياسة غلبت على هؤلاء، فبقي العلم يجري على الألسن عادة لا للعمل به. ثم آل الأمر إلى جماعة خالطوا السلاطين وباشروا الظلم، يزاحمون على الدفن بمقبرة أحمد ويوصون بذلك، فليتهم أوصوا بالدفن في موضع فارغ، إنما يدفنون على موتى ويخرج عظام أولئك فيحشرون على ما ألفوا من الظلم حتى في موتهم، وينسون أنهم كانوا من أعوان الظلمة. أترى ما علموا أن مساعد الظالم ظالم؟ وفي الحديث: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. قال السجان لأحمد بن حنبل: هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال: لا، أنت من الظلمة، إنما أعوان الظلمة من أعانك في أمر. 322. الحسد في طبيعة ابن آدم، ولكن عليه ألا يعمل به. رأيت الناس يذمون الحاسد ويبالغون ويقولون: لا يحسد أو لا يحسد إلا شرير يعادي نعمة الله ولا يرضى بقضائه ويبخل على أخيه المسلم، فنظرت في هذا فما رأيته كما يقولون، وذاك أن الإنسان لا يحب أن يرتفع عليه أحد، فإذا رأى صديقه قد علا عليه تأثر هو ولم يحب أن يرتفع عليه، وود أن لو لم ينل صديقه ما ينال، أو أن ينال هو ما نال ذاك لئلا يرتفع عليه، وهذا معجون في الطين، ولا لوم على ذلك، إنما اللوم أن يعمل بمقتضاه من قول أو فعل، وكنت أظن أن هذا قد وقع لي عن سري وفحصي. فرأيت الحديث عن الحسن البصري قد سبقني إليه. قال: أخبرنا عبد الخالق ابن عبد الصمد، قال: أخبرنا ابن النقود، قال: أخبرنا المخلص،
الهامش: لم أحقق هذه الأسماء وما أدري، لعل فيها تحريفا. انتهى الهامش. قال: حدثنا البغوي قال حدثنا أبو روح أو روح قال حدثنا مخلد ابن الحسين عن هشام عن الحسن قال: ليس من ولد آدم أحد إلا وقد خلق معه الحسد، فمن لم يجاوز ذلك بقول ولا بفعل لم يتبعه شيء. 323. كثرة النساء مضرة على المرء. من أعظم الضرر الداخل على الإنسان كثرة النساء، وأنه أولا يتشتت همه في محبتهن ومداراتهن وغيرتهن والإنفاق عليهن، ولا يأمن إحداهن أن تكرهه وتريد غيره، فلا تتخلص إلا بقتله، ولو سلم من جميع ذلك لم يسلم في الكسب لهن، فإن سلم لم ينجو من السآمة لهن أو لبعضهن، ويطلب ما لا يقدر عليه من غيرهن، حتى أنه لو قدر على نساء بغداد كلهن، فقدمت امرأة مستترة من غير البلد ظن أنه يجد عندها ما ليس عندهن، حتى أنه لو قدر على نساء بغداد كلهن، فقدمت امرأة مستترة من غير البلد ظن أنه يجد عندها ما ليس عندهن. ولعمري إن في الجدة لذة، ولكن رب مستور إذا انكشف افتضح، وإذا سلم من كل أذى يتعلق بهن أنهك بدنه في الجماع، فيكون طلبه للالتذاذ مانعا من دوام الالتذاذ، ورب لقمة منعت لقمات، ورب لذة كانت سببا في انقطاع لذات. والعاقل من يقتصر على الواحدة إذا وافقت غربة، ولا بد أن يكون فيها شيء لا يوافق، إنما العمل على الغالب. فتوهب الخلة الردية للمجيدة، الهامش أن يغتفر لها الصفة السيئة فيها من أجل الصفة الحسنة. انتهى الهامش. فتوهب الخلة الردية للمجيدة، وينبغي أن يكون النظر إلى باب الدين قبل النظر إلى الحسن، فإنه إذا قل الدين لم ينتفع ذو مروءة بتلك المرأة. ومما يهلك الشيخ سريعا الجماع، فلا يغتر بما يرى من انبساط الآلة وحصول الشهوة، فإن ذلك مستخرج من قوته ما لا يعود مثله، فلا ينبغي أن يغتر بحركة وشهوة، ولا يقرب من النساء إن كان له رأي في البقاء. 324. لا يرجى خير من قليل العقل. إذا رأيت قليل العقل في أصل الوضع فلا ترجو خيره، فأما إن كان وافر العقل لكنه يغلب عليه الهوى فرجه، وعلامة ذلك أنه يدبر أمره في جهله، فيستتر من الناس إذا أتى فاحشة، ويراقب في بعض الأحوال، ويبكي عند الموعظة، ويحترم أهل الدين، فهذا عاقل مغلوب بالهوى، فإذا انتبه بالندم خنس شيطان الهوى، وجاء ملك العقل أو ملك العقل. فأما إذا كان قليل العقل في الوضع وعلامته ألا ينظر في عاقبة عاجله ولا آجله، ولا يستحي من الناس أن يروه على فاحشة، ولا يدبر أمر دنياه، فذاك بعيد الرجاء، وقد يندر من هؤلاء من يفلح، ويكون السبب فيه خميرة من العقل غطى عليها كثرة الهوى، فمثلهم كمثل مصروع أفاق. 325. يجب الاحتراز مما يجوز أن يقع.
ينبغي الاحتراز من كل ما يجوز أن يكون، ولا ينبغي أن يقال الغالب السلامة. وقد رأينا من نزل مع الخيل في سفينة فاضطربت فغرق من في السفينة وإن كان الغالب السلامة. وكذا ينبغي أن يقدر الإنسان في نفقته وكذا ينبغي أن يقدر الإنسان في نفقته وإن رأى الدنيا مقبلة لجواز أن تنقطع تلك الأسباب، وحاجة النفس لابد من قضائها. فإذا بذر وقت الساعة فجاء وقت الضيق لم يأمن أن يدخل في مداخل السوء وأن يتعرض بالطلب من الناس. وكذلك ينبغي للمعافى أن يعد للمرض، وللقوي أن يتهيأ للهرم. وفي الجملة فالنظر في العواقب وفيما يجوز أن يقع شأن العقلاء. فأما النظر في الحالة الراهنة فحسب، فحالة الجهلة الحمقى، مثل أن يرى نفسه معافا وينسى المرض، أو غنيا وينسى الفقر، أو يرى لذة عاجلة وينسى ما تجني عواقبها. وليس للعقل شغل إلا النظر في العواقب، وليس للعقل شغل إلا النظر في العواقب، وهو يشير بالصواب من أين يقبل. 326. أصبر على البلاء وتعبد بالدعاء. يبين إيمان المؤمن عند الابتلاء، فهو يبالغ في الدعاء ولا يرى أثرا للإجابة، ولا يتغير أمله ورجاؤه ولو قويت أسباب اليأس، لعلمه أن الحق أعلم بالمصالح. الهامش في قوله الحق أي الله عز وجل. انتهى الهامش. لعلمه أن الحق أعلم بالمصالح، أو لأن المراد منه الصبر أو الإيمان، فإنه لم يحكم عليه بذلك إلا وهو يريد من القلب التسليم لينظر كيف صبره، أو يريد كثرة اللجئ والدعاء. فأما من يريد تعجيل الإجابة ويتذمر إن لم تتعجل، فذاك ضعيف الإيمان، يرى أن له حقا في الإجابة وكأنه يتقاضى أجرة عمله. أما سمعت قصة يعقوب عليه السلام؟ بقي 80 سنة في البلاء ورجاؤه لا يتغير، فلما ضم إلى فقد يوسف فقد بنيامين فلما ضم أو ضم إلى فقد يوسف فقد بنيامين لم يتغير أمله. الهامش انظر الفصل رقم 101. انتهى الهامش. وقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وقد كشف هذا المعنى قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ومعلوم أن هذا لا يصدر من الرسول والمؤمنين إلا بعد طول البلاء وقرب اليأس من الفرج. ومن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قيل له: وما يستعجل؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي. فإياك أن تستطيل زمان البلاء وتضجر من كثرة الدعاء، فإنك مبتلى بالبلاء متعبد بالصبر والدعاء. ولا تيأس من روح الله وإن طال البلاء. 327. لذات الدنيا منغصة أو منغصة. لذات الدنيا منغصة ولا تفي بعواقبها في الآخرة. تفكرت في سبب دخول جهنم فإذا هو المعاصي، فنظرت في المعاصي فإذا هي حاصلة في طلب اللذات.
فنظرت في اللذات فرأيتها خدعا ليست بشيء، وفي ضمنها من الأكدار ما يصيرها نغصا فتخرج عن كونها لذات، فكيف يتبع العاقل نفسه؟ فكيف يتبع أو يتبع العاقل نفسه ويرضى بجهنم لأجل هذه الأكدار؟ فمن اللذات الزنا، فإن كان المراد إراقة الماء فقد يراق في حلال، وإن كان في معشوق فمراد النفس دوام البقاء مع المعشوق. فإذا كان ملكك فالمملوك مملوك، وإن هو قاربه ساعة ثم فارقه فحسرة الفراق تربي أو تربو على لذة القرب، فحسرة الفراق تربي على لذة القرب. وإن كان ولد من الزنا فالفضيحة الدائمة والعقوبة التامة وتنكيس الرأس عند الخالق والمخلوق. وأما الجاهل فيرى لذته في بلوغ ذلك الغرض وينسى ما يجني مما يكدر عيش الدنيا والآخرة. ومن ذلك شرب الخمر، فإنه تنجيس للفهم والثوب وإبعاد للعقل، وتأثيراته معلومة عند الخالق والمخلوق. فالعجب ممن يؤثر لذة ساعة تجني عقابا وذهاب جاهل، وربما خرج بالعربدة إلى القتل. وعلى هذا فقس جميع المذوقات أو المذوقات، فإن لذتها إذا وزنت بميزان العقل لا تفي بمعشار عشير عواقبها القباح في لذة الدنيا والآخرة. ثم هي نفسها ليست بكبير شيء، فكيف تباع الآخرة بمثل هذا؟ سبحان من أنعم على أقوام كلما لاحت لهم لذة نصبوا ميزان العقل ونظروا فيما يجني وتلمحوا ما يؤثر تركها، فرجحوا الأصلح وطمس على قلوب فهي ترى صورة الشيء وتنسى جناياته. ثم العجب أن نرى من يبعد عن زوجته وهو شاب ليعدو في الطريق فيقال ساع. الهامش أي عدا بطل في العدو، أو أي عدا أي بطل في العدو، هذا معنى ساع. انتهى الهامش. فيغلب هواه لطلب ما هو أعلى وهو المدح، كيف لا يترك محرما ليمدح في الدنيا والأخرى؟ ثم قدر حصول ما طلبت من اللذات وذهابها. الهامش في قوله قدر أي أفرض. انتهى الهامش. ثم قدر حصول ما طلبت من اللذات وذهابها، واحسب أنها قد كانت وقد هانت وتخلصت من محنها. وأين تعب عالم قد درس العلم 50 سنة؟ ذهب التعب وحصل العلم. وأين لذة البطال؟ ذهبت الراحة وعقبت الندم. 328 اعمل بمقتضى عقلك لا بمجرد الحس. اعمل بمقتضى عقلك لا بمجرد الحس. من وقف على موجب الحس هلك، ومن تبع العقل سلم، لأن مجرد الحس لا يرى إلا الحاضر وهو الدنيا. وأما العقل فإنه ينظر إلى المخلوقات فيعلم وجود خالق قد منح وأباح وأطلق وحضر وأخبر، فيعلم وجود خالق قد منح وأباح وأطلق وحضر
وأخبر أني سائلكم ومبتليكم ليظهر دليل وجودي عندكم بترك ما تشتهون طاعة لي، وإني قد بنيت لكم دارا غير هذه لإثابة من يطيع وعقوبة من يخالف. ثم لو ترك الحس وما يشتهي مع أغراضه قرب الأمر أو قرب الأمر إنما يزني فيجلد ويشرب الخمر فيعاقب ويسرق فيقطع ويفعل زلة فيفضح بين الخلق ويعرض عن العلم إلى البطالة فيقع الندم عند حصول الجهل. ثم إن نرى الكثير ممن عمل بمقتضى عقله قد سلمت دنياه وآخرته وميز بين الخلق بالتعظيم، وكان عيشه في لذاته غالبا خيرا من عيش موافق للهوى، فليعتبر ذو الفهم بما قلت وليعمل بمقتضى الدليل وقد سلم. 329. العاقل من حفظ دينه بترك الحرام. العجب لمؤثر شهوات الدنيا، ألا يتدبر أمرها بالعقل قبل أن يصير إلى منقولات الشرع؟ إن أعظم لذات الحس الوطن، فالمرأة المستحسنة إنما يكون حال كمالها من وقت بلوغها إلى 30، فإذا بلغتها أثر فيها، وربما ابيضت شعرات من رأسها فينفر الإنسان منها، وقد يقع الملل قبل ذلك، وطول الصحبة يكشف العيوب، وما عيب نساء الدنيا بأبلغ من قوله تعالى لهم فيها أزواج مطهرة. فلو تفكر الإنسان في جسد مملوء بالنجاسة ما طاب له ضمه. الهامش جسد الفتاة الفتانة كيس من الحرير الناعم فيه الدم وبقايا الطعام والأقدار، فمن تصور ماذا فيه لم تفتنه نعومة الكيس. انتهى الهامش. فلو تفكر الإنسان في جسد مملوء بالنجاسة ما طاب له ضمه، غير أن الشهوة تغطي عين الفكر. فالعاقل من حفظ دينه ومرؤته بترك الحرام، وحفظ قوته في الحلال فأنفقها في طلب الفضائل من علم أو عمل، ولم يسع في إفناء عمره وتشتيت قلبه في شيء لا تحسن عاقبته. ما في هوادجكم من مهجة عوض، إن مت شوقا ولا فيها لها ثمن. وعموم من رأينا من الكبار غلبت عليهم شهوة الوطن فانهدمت أعمارهم ورحلوا سريعا، وقد رأينا من العقلاء من زجر نفسه عن هذه المحنة ولم يستعملها إلا وقت الحاجة، فبقي لهم سواد شعورهم وقوتهم حتى تمتعوا بها في الحياة وحصلوا المناقب وعرفت منهم النفوس قوة العزيمة، فلم تطالبهم بما يؤذي. 330. رؤية النبي عليه السلام في المنام وكيفيتها. قد أشكل على بعض الناس رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وقوله من رآني في المنام فقد رآني، فقال ظاهر الحديث أنه يراه حقيقة، وفي الناس من يراه شيخا وشابا ومريضا ومعافى. فالجواب أنه من ظن أن جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم المودع في المدينة خرج من القبر وحضر في المكان الذي رآه فيه، فهذا جهل لا جهل يشبهه، فقد يراه في وقت واحد 1000 شخص في 1000 مكان على صور مختلفة، فكيف يتصور بهذا في شخص واحد؟
وإنما الذي يرى مثاله لا شخصه، فيبقى من رآني فقد رآني معناه قد رأى مثالي الذي يعرفه الصواب وتحصل به الفائدة المطلوبة. فإن قيل فما تقولون في رؤية الحق سبحانه، فنقول يرى مثالا لا مثالا، والمثال لا يفتقر إلى المساواة والمشابهة، كما قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فضربه مثالا للقرآن وانتفاع الخلق به. ويوضح هذا أنه إنما يرى من رأى الحق سبحانه وتعالى على هيئة مخصوصة، والحق سبحانه وتعالى منزه قد توحد. فوضح ما قلنا. الهامش: أما في العقل فالرؤية مستحيلة، أما في النصوص ففيها إلى ربها ناظرة، وفيها لا تدركه الأبصار، وأمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا. انتهى الهامش. 331. ماذا يجب أن يدرس طالب العلم؟ ماذا يجب أن يدرس طالب العلم؟ أو ماذا يجب أن يدرس طالب العلم؟ ماذا يجب أن يدرس طالب العلم؟ هذا فصل غزير الفائدة. اعلم أنه لو اتسع العمر لم أمنع من الإغالة في كل علم إلى منتهاه، غير أن العمر قصير والعلم كثير، غير أن العمر قصير والعلم كثير. فينبغي للإنسان أن يقتصر من القراءات إذا حفظ القرآن على العشر. الهامش: وما زاد عن العشر شاذ. انتهى الهامش. ومن الحديث على الصحاح والسنن والمسانيد المصنفة، فإن علوم الحديث قد انبسطت زائدة عن الحد، وما في هذا الجزء، وإنما الطرق تختلف. وعلم الحديث يتعلق بعضه ببعض وهو مشتهى، والفقهاء يسمونه علم الكسالى، لأنهم يتشاغلون بكتابته وسماعه، ولا يكادون يعانون حفظه، ويفوتهم المهم وهو الفقه. وقد كان المحدثون قديما هم الفقهاء، ثم صار الفقهاء لا يعرفون الحديث، والمحدثون لا يعرفون الفقه. فمن كان ذا همة ونصح نفسه تشاغل بالمهم من كل علم، وجعل جل شغله الفقه، فهو أعظم العلوم وأهمها. وقد قال أبو زرعة: الهامش هما اثنان من أعلام المحدثين، الرازي والدمشقي. انتهى الهامش. وقد قال أبو زرعة: كتب إلي أبو ثور. الهامش: أبو ثور هو إبراهيم بن خالد، أحد أئمة الفقه والحديث، توفي 240 و200 للهجرة. انتهى الهامش. وقد قال أبو زرعة: كتب إلي أبو ثور، فإن هذا الحديث قد رواه 98 رجلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صح منه طرق يسيرة، فالتشاغل بغير ما صح يمنع التشاغل بما هو أهم. ولو اتسع العمر كان استيفاء كل الطرق في كل الأحاديث غاية في الجودة، لكن العمر قصير. ولما تشاغل بالطرق مثل يحيى ابن معين فاته من الفقه كثير، حتى إنه سئل عن الحائض: أيجوز أن تغسل الموتى؟ فلم يعلم، حتى جاءه أبو ثور فقال: يجوز، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، فيحيى أعلم بالحديث منه، ولكن لم يتشاغل بفهمه.
الهامش المحدثون صيادلة والفقهاء وأطباء، انتهى الهامش. فأنا أنهى أهل الحديث أن يشغلهم كثرة الطرق، ومن أقبح الأشياء أن تجري حادثة يسأل عنها شيخ قد كتب الحديث 60 سنة فلا يعرف حكم الله عز وجل فيها، الهامش وأقبح منه أن يفتي بلا علم، انتهى الهامش. وكذلك أنهى من يتشاغل بالتزهد والانقطاع عن الناس أن يعرض عن العلم، بل ينبغي أن يجعل لنفسه منه حظا ليعلم إن زل كيف يتخلص، انتهى الوجه الأول. وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني 332، التقلل من الطعام وليس من الدين. معرفة الله سبحانه لا تحصل إلا لكامل العقل صحيح المزاج، والترقي إلى محبته بذلك يكون. وإن أقواما قلت عقولهم وفسدت أمزجتهم فساءت مطاعمهم وقلت، فتخيلت لهم الخيالات الفاسدة فادعوا معرفة الحق ومحبته، ولم يكن عندهم من العلم ما يصدهم عما ادعوا فهلكوا. وليعلم أن في المأكولات إفساد العقل، وفيها ما يزيد في السوداء فيوجب الماليخوليا، فترى صاحبها يحب الخلوة ويهرب من الناس ويقلل المطعم فيقوى مرضه، فيتخايل له خيالات يظنها حقا أو فيتخايل له خيالات يظنها حقا فمنهم من يقول إني رأيت الملائكة، وفيهم من يخرجه الأمر إلى دعوى محبة الحق والوله فيه، ولا يكون ذلك عن أصل معتمد عليه، وإنما العاقل العالم يسير في الطريق بين الرفيقين العلم والعقل، فإن تقلل من الطعام فبعقل، وحد التقلل ترك فضول المطعم وما يخاف شره، وحد التقلل ترك فضول المطعم وما يخاف شره من شبهة أو شهوة يحذر تعودها. وأما زيادة التقلل مع القدرة فليس لعقل ولا شرع، إلا أن يكون الفقر عما فيتقلل ضرورة. ومن تأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجدهم يأخذون بمقدار ولا يتركون حظوظ النفس التي تصلحها. وأحسن الأمر وأعدله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس. وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مريض، أصب من هذا الطعام فهو أوفق لك من هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يشاور الأطباء ويحتجم ويحث على التداوي، ويقول ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء فتداووا. فجاء أقوام جهل العلم والحكمة في بنيان الأبدان، فمنهم من أقام في الجبال يأكل البلوط فأصابه القولنج، ومنهم من قلل المطعم إلى أن ضعفت قواه، ومنهم من اقتصر على نبات الصحراء، ومنهم من كان لا يتقوت إلا الباقلاء والشعير. فأوجبت هذه الأفعال أمراضا في البدن،
وترقت إلى إفساد العقل، واتفق لهم قلة العلم، إذ لو علموا لفهموا أن الحكمة تنهى عن مثل هذا، فإن البدن مبني على أخلاط إذا اعتدلت وافقت السلامة، وإذا زاد بعضها وقع المرض، وأكثر هؤلاء مرضوا وتعجل لهم الموت. وفيهم من خرج إلى التسود، الهامش كلمة عامية، أي التسود كلمة عامية عباسية لا تزال مستعملة في عامية الشام، انتهى الهامش. وفيهم من خرج إلى التسودن، وفيهم من لاحت له اللوائح، وفيهم من لاحت له لوائح فادعى رؤية الملائكة إلى غير ذلك. فأما أهل العلم والعقل فهاربهم من الخلق لخوف المعاصي ورؤية المنكر. وفيهم من قويت معرفته فشغلته معرفة الحق ومحبته عن ملاقات الخلق. فهذه هي الخلوات الصافية، لأنها تصدر عن علم وعقل فتحفظ البدن، لأنه ناقة توصل، ولا ينبغي أن يتهاون بالمأكولات، خصوصا ما لم يعتده، ولا ينبغي أن يتهاون بالمأكولات خصوصا ما لم يعتده، ولا يلبس الصوف على البدن من لم يعتده. ولينظر في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإنهم القدوة، ولا يلتفت إلى بنيات الطريق فيقال فلان الزاهد قد أكل الطين، وفلان كان يمشي حافيا، وفلان بقي شهرا ما أكل. فإن المحققين من هؤلاء المخلصين لله تعالى على غير الجادة، لأن الجادة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كانوا يفعلون. هذا والعمر أنه قد كان فيهم من يقنع بالمذقة من اللبن ويصبر الأيام عن الطعام، ولكن إما لضرورة أو لأنه معتاد لذلك، كما يعتاد البدوي شرب اللبن وحده ولا يؤذيه ذلك. وفي الحديث عودوا البدن ما اعتاد، وفي المتزهدين من أخرج ماله كله عن يده زاهدا. ومعلوم أن الحاجات لا تنقضي، فلما احتاج تعرض للطلب، وافتقر إلى أخذ مال من يد من يعلم أنه ظالم وبذل وجهه. وقد كانت الصحابة تتجر وتحفظ المال، وجهال المتزهدين يرون جمع المال ينافذ زهد، فممخضة هذا الفصل أن أقول ينبغي لمن رزق فهما أن يسعى في صلاح بدنه، ولا يحمل عليه ما يؤذيه، ولا يناوله من القوت ما لا يوافقه، ولا يضيع ماله، وليجتهد في استثماره لئلا يحتاج، فإنه ما نافق زاهد إلا لأجل الدنيا. ولينظر في سير الكاملين من السلف، وليتشاغل بالعلم، فإنه الدليل، فحينئذ بحمله الأمر على الخلوة بربه والاشتغال بحبه، فيكون ما ظهر منه ثمرة نضجه لا فجة، فيكون ما ظهر منه ثمرة نضجة لا فجة. والله الموفق. 333. لا تضق صدرا بقلة المال، وعليك بالصبر. ما رأيت أظرف من لعب الدنيا بالعقول، الهامش في قوله ما رأيت أظرف يريد أعجب وأغرب، انتهى الهامش.
ما رأيت أظرف من لعب الدنيا بالعقول. وقد سمعنا ورأينا جماعة من الفطناء الكاملي العقل لعبت بهم الدنيا حتى صاروا كالمجانين، فولوا الولايات فخرجوا إلى القتل والضرب والحبس والشتم وذهاب الدين والمباشرة للظلم، كله لأجل دنيا تذهب سريعا وهي في مدة إقامتها معجونة بالنغص. فيا أيها المرزوق عقلا لا تبخسه حقه ولا تطفئ نوره، واسمع ما نشير به، ولا تلتفت إلى بكاء طفل الطبع لفوات غرضه، فإنك إن رحمت بكاءه لم تقدر على فطامه ولم يمكنك تأديبه، فيبلغ جاهلا فقيرا. لا تسه عن أدب الصغير ولو شكى إلام التعب، ودع الكبير لشأنه كبر الكبير عن الأدب. واعلم أن زمان الابتلاء ضيف قراه الصبر، كما قال أحمد بن حنبل: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. فلا تنظر إلى لذة المترفين وتلمح عواقبهم، ولا تضق صدرا بضيق المعاش، وعلل الناقة بالحدو تسر، طاول بها الليل مال النجم أم جنح، وماطل النوم ضن الجفن أم سمح، فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح، وعدها بالرواح ضحى. وقد كان أهدي إلى أحمد بن حنبل هدية فردها، ثم قال بعد سنة لأولاده: لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت. ومر بشر على بئر فقال له صاحبه: أنا عطشان. فقال: البئر الأخرى. فمر عليه فقال له الأخرى، ثم قال: كذا تقطع الدنيا. ودخلوا إلى بشر الحافي وليس في داره حصير، فقيل له: ألا بذا تؤذى؟ فقال: هذا أمر ينقضي. وكان لداود الطائي دار يأوي إليها، فوقع سقف فانتقل إلى سقف إلى أن مات في الدهليز. فهؤلاء الذين نظروا في عواقب الأمور. وبعد هذا فلا أطالبك بهذه الرتبة، بل أقول لك: إن حصل لك شيء من المباح لا من فيه ولا أذى، ولا نلته بسؤال ولا من يد ظالم، تعلم أن ماله حرام أو شبهة، فافسح لنفسك في مباحاتها بمقدار ما تحتاج إليه، وكن مقدارا للنفقة غير مبذر، فإن الحلال لا يحتمل السرف، ومتى أسرفت احتجت إلى التعرض للخلق والتناول من الأقدار. وإن ضاق بك أمر فاصبر، فإن ضعف الصبر فسل فاتح الأبواب، فهو الكريم وعنده مفاتيح الغيب. وإياك أن تبذل دينك بتصنع للخلق أو بتقرب إلى الأمراء وتستعطي أموالهم. واذكر طريق السلف. كان ابن سمعون الهامش، وفي نسخة ابن مسعود وهو غلط، وابن سمعون هو محمد بن أحمد، مولده ووفاته ببغداد، كان يضرب به المثل فيقال أوعظ من ابن سمعون، توفي سنة 87 و300 للهجرة. انتهى الهامش. كان ابن سمعون له ثياب يجلس فيها للناس ثم يطويها إلى المجلس الآخر، ورثها عن أبيه بقيت 40 سنة. وكانت ميمونة بنت شاقولة الهامش أو ساقولة،
واعظة مشهورة توفيت سنة 93 و300 للهجرة، انتهى الهامش. وكانت ميمونة بنت شاقولة تعظ الناس ولها ثياب قد بقيت 40 سنة، ومن صفى نظره وتهذب لفظه نفع وعظه، ومن كدر كدر عليه، ومن كدر كدر عليه. والحالة العالية في هذا إقبال القلب على الله عز وجل والتوكل عليه والنظر إليه والتفات القلب عن الخلق، فإن احتجت فاسأل وإن ضعفت فارغب إليه، ومتى ساكنت الأسباب انقطعت عنه، ومتى استقام باطنك استقامت لك الأمور. 334 لا تحسن الظن بالأصدقاء وعلق قلبك بالله. رأيت نفسي تأنس بخلطاء أو بخلطاء نسميهم أصدقاء، رأيت نفسي تأنس بخلطاء نسميهم أصدقاء، فبحثت التجارب عنهم، فإذا أكثرهم حساد على النعم وأعداء لا يسترون زلة ولا يعرفون لجليس حقا ولا يواسون من مالهم صديقا. فتأملت الأمر، فإذا الحق سبحانه يغار على قلب المؤمن أن يجعل له شيئا يأنس به، فينبغي أن يعد الخلق كلهم معارف ليس فيهم صديق بل تحسبهم أعداء، ولا تظهر سرك لمخلوق منهم، ولا تعدن من يصلح لشدة لا ولدا ولا أخا ولا صديقا، بل عاملهم بالظاهر، ولا تخالطهم إلا في حالة الضرورة بالتوقي لحظة ثم انفر عنهم، وأقبل على شأنك متوكلا على خالقك، فإنه لا يجلب الخير سواه ولا يصرف السوء إلا إياه، فليكن جليسك وأنيسك وموضع توكلك وشكواك، فإن ضعف بصرك فاستغث به، وإن قل يقينك فسله القوة، وإياك أن تميل إلى غيره فإنه غيور، وأن تشكو من أقداره فربما لم يحتمل. الهامش: الذي أعرفه أنه لا يجوز أن يسمى الله أو يوصف إلا بما وصف به نفسه، فإن سمى نفسه حكيما لم نسمه عاقلا، وإن كانت الحكمة عندنا هي العقل، انتهى الهامش. فربما لم يحتمل. أوحى الله عز وجل إلى يوسف عليه السلام: من خلصك من الجب؟ من فعل ما فعل؟ قال: أنت. قال: فلما ذكرت غيري فلأطيلن حبسك، أو كما قال. هذا وإنما تعرض يوسف عليه السلام بسبب مباح: اذكرني عند ربك ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم وما أعرف العيش إلا لمن يعرفه ويعيش معه ويتأدب بين يديه في حركاته وكلماته كأنه يراه، ويقف على باب طرفه حارسا من نظرة لا تصلح، وعلى باب لسانه حافظ له من كلمة لا تحسن، وعلى باب قلبه حماية لمسكنه من دخول الأغيار، ويستوحش من الخلق شغلا به، وهذا يكون على سيرة الروحانيين. فأما المخلط فالكدر غالب عليه، والمحق لا يطلب إلا الأرفع. قال القائل: ألا لا أحب السير إلا مصاعدا، ولا البرق إلا أن يكون يمانية. 335
انظر إلى المقصود من العلم لا إلى صورته فحسب. رأيت أكثر العلماء مشتغلين بصورة العلم دون فهم حقيقته ومقصوده، فالقارئ مشغول بالروايات عاكف على الشواذ يرى أن المقصود نفس التلاوة، ولا يتلمح عظمة المتكلم ولا زجر القرآن ووعده، وربما ظن أن حفظ القرآن يدفع عنه فتراه يترخص في الذنوب، ولو فهم لعلم أن الحجة عليه أقوى ممن لم يقرأ. والمحدث يجمع الطرق ويحفظ الأسانيد ولا يتأمل مقصود المنقول، ويرى أنه قد حفظ على الناس الأحاديث فهو يرجو بذلك السلامة، وربما ترخص في الخطايا ظنا منه أن ما فعل في الشريعة يدفع عنه. والفقيه قد وقع له أنه بما قد عرف من الجدال الذي يقوي به خصامه، والمسائل التي قد عرف فيها المذهب، قد حصل بما يفتي به الناس ما يرفع قدره ويمحو ذنبه، فربما هجم على الخطايا ظنا منه أن ذلك يدفع عنه، وربما لم يحفظ القرآن ولم يعرف الحديث وأنهما ينهيان عن الفواحش بزجر ورفق، وينضاف إليه مع الجهل بهما حب الرياسة وإيثار الغلبة في الجدل، فتزيد قسوة قلبه. وعلى هذا أكثر الناس صور العلم عندهم صناعة، فهي تكسبهم الكبر والحماقة. وقد حكى بعض المعتبرين عن شيخ أفنى عمره في علوم كثيرة أنه فتن في آخر عمره بفسق أصر عليه وبارز الله به، وكانت حاله تعطي بمضمونها أن علمي يدفع عني شر ما أنا فيه ولا يبقى له أثر، وكان كأنه قد قطع لنفسه بالنجاة فلا يرى عنده أثر الخوف ولا ندم على ذنب. قال: فتغير في آخر عمره ولازمه الفقر، فكان يلقى الشدائد ولا ينتهي عن قبح حاله، إلى أن جمعت له يوما قراريط على وجه الكدية، فاستحيا من ذلك وقال: يا ربي إلى هذا الحد؟ قال الحاكي الهامش، أظنه يعني نفسه، انتهى الهامش. قال الحاكي: فتعجبت من غفلته كيف نسي الله عز وجل، وأراد منه حسن التدبير له والصيانة وسعة الرزق، وكأنه ما سمع قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولا علم أن المعاصي تسد أبواب الرزق، وأن من ضيع أمر الله ضيعه الله، فما رأيت علما ما أفادك علم هذا، لأن العالم إذا زل انكسر، وهذا مصر لا تؤلمه معصية، وكأنه يجوز له ما يفعل، أو كأن له التصرف في الدين تحليلا وتحريما، فمرض عاجلا ومات على أقبح حال. قال الحاكي: ورأيت شخصا آخر حصل صور العلم فما أفادته، أي فسق أمكنه لم يتحاش منه، وأي أمر لم يعجبه من القدر عارضه بالاعتراض على المقدر واللوم، فعاش أكثر عيش وعلى أقبح اعتقاد حتى درج. وهؤلاء لم يفهموا معنى العلم، وليس العلم صور الألفاظ، إنما المقصود فهم المراد منه، وذاك يورث الخشية والخوف، ويرى المنة للمنعم بالعلم، وقوة الحجة له على المتعلم،
نسأل الله عز وجل يقظة تفهمنا المقصود وتعرفنا المعبود، ونعوذ بالله من سبيل رعاع يتسمون بالعلماء لا ينهاهم ما يحملون ويعلمون ولا يعملون، ويتكبرون على الناس بما لا يعملون، ويأخذون عرض الأدنى وقد نهوا عما يأخذون، غلبتهم طباعهم وما راضتهم علومهم التي يدرسون، فهم أخس حالا من العوام الذين يجهلون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. 336. على الفقيه أن يأخذ من كل علم بطرف. للفقيه أن يطالع من كل فن طرفا من تاريخ وحديث ولغة وغير ذلك، فإن الفقه يحتاج إلى جميع العلوم، فليأخذ من كل شيء منها مهمة، فليأخذ من كل شيء منها مهمة. ولقد رأيت بعض الفقهاء يقول اجتمع الشبلي وشريك القاضي، اجتمع الشبلي وشريك القاضي الهامش القاضي العالم ولي قضاء الكوفة للمهدي، وله الحادثة المشهورة مع عيسى ابن موسى الوالي، وهو أحد من نبغ من قبيلة النخع. انتهى الهامش. ولقد رأيت بعض الفقهاء يقول اجتمع الشبلي وشريك القاضي، فاستعجبت له كيف لا يدري بعد ما بينهما أو بعد ما بينهما. وقال آخر في مناظرة كانت الزوجية بين فاطمة وعلي رضي الله عنهما غير منقطعة الحكم، فلهذا غسلها، فقلت له ويحك، فقد تزوج أمامة بنت زينب وهي بنت أختها فانقطع. ورأيت في كتاب إحياء علوم الدين الغزالي من هذا ما يدهش من التخليط في الأحاديث والتواريخ، فجمعت من أغاليطه في كتاب. وقد ذكر في كتاب الله سماه المستظهري، وعرضه على المستظهر بالله أن سليمان ابن عبد الملك بعث إلى أبي حازم فقال له ابعث لي من فطورك، فبعث إليه نخالة مقلوة فأفطر عليها، ثم جامع زوجته فجاءت بعبد العزيز، ثم ولد له عمر، وهذا تخليط قبيح، فإنه جعل عمر بن عبد العزيز ابن سليمان بن عبد الملك، فجعل سليمان جده وإنما هو ابن عمه. وقد ذكر أبو المعالي الجويني في أواخر كتاب الشامل في الأصول قال قد ذكرت طائفة من الثقات المعتنين بالبحث عن البواطن أن الحلاج والجبائي القرمطي وابن المقفع تواصوا على قلب الدول وإفساد المملكة واستعطاف القلوب، وارتدى كل منهم قطرا، فقطن الجبائي في الأحساء، وتوغل ابن المقفع في أطراف بلاد الترك، وقطن الحلاج ببغداد، فحكم عليه صاحباه بالهلكة والقصور عن بلوغ الأمنية لبعد أهل بغداد عن الانخداع، وتوفر فطنهم وصدق فراستهم. قلت ولو أن هذا الرجل أو من حكى عنه عرف التاريخ لعلم أن الحلاج لم يدرك ابن المقفع، فإن ابن المقفع الهامش ابن المقفع الكاتب
وابن المقفع الذي توغل في بلاد الترك غيره ذكره الطبري، فالتخليط من المؤلف لا من الجويني. انتهى الهامش. فإن ابن المقفع أمر بقتله المنصور فقتل في سنة 44 و100، وأبو سعيد الجبائي القرمطي ظهر في سنة 86 و200، والحلاج قتل سنة 39، فزمان القرمطي والحلاج متقاربان، فأما ابن المقفع فكلا. فينبغي لكل ذي علم أن يساهم بباقي العلوم فيطالع منها طرفا، إذ لكل علم بعلم تعلق، وما أقبح بمحدث يسأل أو يسأل عن حادثة فلا يدري، وقد شغله منها جمع طرق الأحاديث. وقبيح بالفقيه أن يقال له ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فلا يدري صحة الحديث ولا معناه. نسأل الله عز وجل همة عالية لا ترضى بالنقائص بمنه ولطفه. 337. القدماء أصحاب همم عالية لكثرة مصنفاتهم. كانت همم القدماء من العلماء عالية تدل عليها تصانيفهم التي هي زبدة أعمارهم، إلا أن كثرة تصانيفهم دثرت، لأن همم الطلاب ضعفت فصاروا يطلبون المختصرات ولا ينشطون للمطولات، ثم اقتصروا على ما يدرسون به من بعضها، فدثرت الكتب ولم تنسخ. فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي قد تخلفت من المصنفات، فليكثر من المطالعة، فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد، وما يخلو كتاب من فائدة. وأعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم، لا نرى فيهم ذا همة عالية فيقتدي بها المبتدئ، ولا صاحب ورع فيستفيد منه الزاهد. فالله الله عليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم، كما قال: فاتني أن أرى الديار بطرفي، فلعلي أرى الديار بسمعي. الهامش لسيد شعراء الغزل العذري الشريف الرضي، انظر لسيد شعراء الغزل العذري الشريف الرضي، انظر ما كتبته عنه في كتابه أو في كتاب رجال من التاريخ. انتهى الهامش. وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز. ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية. الهامش: اندثرت المدرسة النظامية في بغداد، وكان موضعها في ظني في محل جامع مرجان عند مدخل سوق الشورجة. انتهى الهامش. ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية، فإذا به يحتوي على نحو 6000 مجلد، وفي ثبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي. الهامش: الحميدي الذي يقصده هو محمد بن فتوح، محدث أندلسي الأصل، رحل إلى بغداد وتوفي فيها سنة 88 و400 للهجرة، وله تصانيف. انتهى الهامش. وفي ثبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي أو الحميدي وكتب شيخنا عبد الوهاب. الهامش هو عبد الوهاب الأنماطي، محدث بغداد في عصره، المتوفى سنة 38 و500 للهجرة، وقد تقدم ذكره في هذا الكتاب. انتهى الهامش.
وكتب الحميدي أو الحميدي وكتب شيخنا عبد الوهاب وابن ناصر وكتب أبي محمد ابن الخشاب الهامش هو عبد الله بن أحمد من علماء العربية. وقف مكتبته على طلبة العلم، توفي في بغداد سنة 67 و500 للهجرة. انتهى الهامش. وكانت أحمالا وغير ذلك من كتب وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه، ولو قلت أني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب. الهامش يقصد بالمجلد الكتاب. انتهى الهامش. فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعباداتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع، فصرت أستزري ما الناس فيه وأحتقر همم الطلاب ولله الحمد. 338. من العجب تعريض المرء نفسه للهلاك فيما لا يفيد. ليس للآدمي أعز من نفسه، وقد عجبت ممن يخاطر بها ويعرضها للهلاك، والسبب في ذلك قلة العقل وسوء النظر. فمنهم من يعرضها للتلف ليمدح بزعمه، مثل قوم يخرجون إلى قتل السبع، ومنهم من يصعد إلى إيوان كسرى ليقال شاطر، وساع يمشي 30 فرسخة. وهؤلاء إذا تلفوا حملوا إلى النار، فإن هلك ذهبت النفس التي يراد المال لأجلها، فإن هلك ذهبت النفس التي يراد المال لأجلها. وأعجب من الكل من يخاطر بنفسه في الهلاك ولا يدري، مثل أن يغضب فيقتل المسلم فيشفي غيظه بالتعذيب في جهنم. وأظرف من هذا اليهود والنصارى. الهامش في قوله وأظرف أي أعجب وأغرب. انتهى الهامش. وأظرف من هذا اليهود والنصارى، فإن أحدهم يبلغ فيجب عليه أن ينظر في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا فرط فمات فله الخلود في جهنم. ولقد قلت لبعضهم ويحك تخاطر بنفسك في عذاب الأبد، نحن نؤمن بنبيكم فنقول لو أن مسلما آمن بنبينا وكذب بنبيكم أو بالتوراة خلد في النار، فما بيننا وبينكم خلاف، إذ نحن مؤمنون بصدقه وكتابه، فلو لقيناه لم نخجل ولو عاتبنا مثلا. وقال هل قمتم بسبب بالسبت؟ والسبت من الفروع، والفروع لا يعاقب عليها بالخلود. فقال لي رئيس القوم ما نطلبكم بهذا، لأن السبت إنما يلزم بني إسرائيل. فقلت فقد سلمنا بإجماعكم وأنتم هالكون، لأنكم تخاطرون بأرواحكم في العذاب الدائم. والعجب بمن يهمل النظر فيما إذا توانى فيه أوجب الخلود في العقاب الدائم. وأعجب الكل جاحد الخالق وهو يرى إحكام الصنعة ويقول لا صانع، وسبب في هذه الأشياء كلها قلة العقل وترك إعماله في النظر والاستدلال. 339. وجوب كتمان السر. لا ينبغي للعاقل أن يظهر سرا حتى يعلم أنه إذا ظهر لا يتأذى بظهوره. ومعلوم أن السبب في بث السر طلب الاستراحة ببثه، وذلك ألم قريب فليصبر عليه. فرب مظهر سرا لزوجته فإذا طلقت بثته وهلك، أو لصديقه فيظهره عليه حسدا له إذا كان مماثلا.
وإن كان عاميا فالعامي أحمق، ورب سر أظهر ورب سر أظهر فكان سبب الهلاك. 340 دعوة العالم الفقير إلى الصبر. ما يتناهى في طلب العلم إلا عاشق العلم، والعاشق ينبغي أن يصبر على المكاره، ومن ضرورة المتشاغل به البعد عن الكسب، ومذ فقد التفقد لهم من الأمراء ومن الإخوان لازمهم الفقر ضرورة. والفضائل تنادي هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فكلما خافت من ابتلاء قالت لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ولما آثر أحمد بن حنبل رضي الله عنه طلب العلم وكان فقيرا بقي 40 سنة يتشاغل به ولا يتزوج، فينبغي للفقير أن يصابر فقره كما فعل أحمد، ومن يطيق ما أطاق. فقد رد من المال 50,000، وكان يأكل الكامخ ويتأدم بالملح، فما شاع له الذكر الجميل جزافا، ولا ترددت الأقدام إلى قبره إلا لمعنى عجيب، فيا له ثناء ملأ الآفاق وجمالا زين الوجود وعزا نسخ كل ذل. وهذا في العاجل، وثواب الآجل لا يوصف. وتلمح قبور أكثر العلماء لا تعرف ولا تزار، ترخصوا وتأولوا وخالطوا السلاطين، وزالت بركة العلم ومحي الجاه، ووردوا عند الموت حياض الندم. فيا لها حسرات لا تتلافى وخسرانا لا ينجبر. كان صحبة اللذات طرفة عين، ولازم الأسف دائما. كان صحبة اللذات طرفة عين ولازم الأسف دائما. فالصبر أيها الطالب للفضائل، فإن لذة الراحة بالهوى أو بالبطالة تذهب ويبقى الأسى. وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: يا نفس ما هو إلا صبر أيامي، كأن مدتها أضغاث أحلامي. يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخل عنها، فإن العيش قدامي. ثم أيها العالم الفقير، أي سرك ملك سلطان من السلاطين، وأن ما تعلمه من العلم لا تعلمه؟ كلا، ما أظن بالمتيقظ أن يؤثر هذا. ثم أنت إذا وقع لك خاطر مستحسن أو معنى عجيب تجد لذة لا يجدها ملتذ باللذات الحسية، فقد حرم من رزق الشهوات ما قد رزقت، وقد شاركتهم في قوام العيش ولم يبق إلا الفضول الذي إذا أخذ لم يكد يضر. ثم هم على المخاطرة في باب الآخرة غالبا، وأنت على السلامة في الأغلب. فتلمح يا أخي عواقب الأحوال، واقمع الكسل المثبط عن الفضائل، فإن كثيرا من العلماء ماتوا مفرطين يتقلبون في حسرات وأسف. رأى رجل شيخنا ابن الزاغوني في المنام. الهامش الزاغوني هو علي بن عبيد الله المؤرخ الفقيه الحنبلي، له مصنفات كثيرة، توفي 27 و500 للهجرة. انتهى الهامش. رأى رجل شيخنا ابن الزاغوني في المنام فقال له الشيخ: أكثر ما عندكم الغفلة، وأكثر ما عندنا الندامة، فاهرب وفقك الله قبل الحبس، وافسخ عقد الهوى على الغبن الفاحش، واعلم أن الفضائل لا تنال بالهوينة، وأن يسير التفريط يشين وجه المحاسن، فالبدار البدار ونفس النفس يتردد.
وملك الموت فالبدار البدار ونفس النفس يتردد وملك الموت غائب ما قدم بعد وانهض بعزيمة عازم إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر الحوادث جانبا ولم يستشر في أمره غير نفسه ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا وارفض في هذه العزيمة الدنيا وأربابها فبارك الله لأهل الدنيا في دنياهم فنحن الأغنياء وهم الفقراء كما قال إبراهيم بن أدهم لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. انتهى الشريط 17 وننتقل إلى الشريط 18. الشريط 18 الوجه الأول من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. فأبناء الدنيا أحدهم لا يكاد يأكل لقمة إلا حراما أو شبهة، وهو وإن لم يؤثر ذلك فوكيله يفعله ولا يبالي هو بقلة دين وكيله وإن عمروا دارا سخروا الفعلة، وإن جمعوا مالا فمن وجوه لا تصلح، ثم كل منهم خائف أن يقتل أو يعزل أو يشتم، فعيشهم نغص. ونحن نأكل ما ظاهر الشرع يشهد له بالإباحة، ولا نخاف من عدو، ولا ولايتنا تقبل العزل. والعز في الدنيا لنا لا لهم، وإقبال الخلق علينا، وتقبيل أيدينا وتعظيمنا عندهم كثير. وفي الآخرة بيننا وبينهم تفاوت إن شاء الله تعالى. فإن لفت أرباب الدنيا أعناقهم يعلمون قدر مزيتنا. وإن غلت أيديهم عن إعطائنا فلذة العفاف أطيب، ومرارة المنن لا تفي بالمأخوذ، وإنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. والعجب لمن شرفت نفسه حتى طلبت العلم، إذ لا يطلبه إلا ذو نفس شريفة، كيف يذل لبذل من لا عزه إلا بالدنانير، ولا مفخرة له إلا بالمكنة، ولقد أنشدني أبو يعلى العلوي: رب قوم في خلائقهم عرر، قد صيروا غررا، ستر المال القبيح لهم سترا إنزال ما سترا، أيقظنا الله من رقدة الغافلين، ورزقنا فكر المتيقظين، ووفقنا للعمل بمقتضى العلم والعقل، إنه قريب مجيب. 341 وجوب التلطف بالبدن ليقوى على الطاعة. لا ينبغي للإنسان أن يحمل على بدنه ما لا يطيق، فإن البدن كالراحلة، إن لم يرفق بها لم تصل بالراكب. فترى في الناس من يتزهد وقد ربى جسده على الترف، فيعرض عما ألف، فيتجدد له الأمراض، فتقطعه عن كثير من العبادات. وقد قيل: عودوا كل بدن معتاد. وقد قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضب فقال: أجدني أعافه، لأنه ليس بأرض قومي. وفي حديث الهجرة:
أن أبا بكر رضي الله عنه طلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الظل وفرش له فروة وصب على القدح الذي فيه لبن ماء حتى برد. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم فقال: إن كان عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج، وفي الصحيح أنه كان يحب الحلوى والعسل، وكان إذا لم يقدر أكل ما حضر. الهامش: كل هذه المعاني تكرر من قبل. انتهى الهامش. ولعمري أن في العرب وأهل السواد من لا يؤثر عنده التخشن في المطعم والملبس، وذاك إذا جرى بعد توبته على عادته لم يستضر. فأما من قد ألف اللطف فإنه إذا غير حالته تغير بدنه وقلت عبادته. وقد كان الحسن يديم أكل اللحم ويقول: لا رغيفي مالك ولا صحني فرقد. الهامش: ذكر هذا من قبل وشرحناه. انتهى الهامش. وكان ابن سيرين، الهامش هما اثنان، محمد والحسن، والمراد عند الاطلاق الاول. انتهى الهامش. وكان ابن سيرين لا يخلي منزله من حلوى. وكان سفيان الثوري يسافر وفي سفرته الحمل المشوي والفالوذج. وقالت رابعة الهامش: توفيت سنة 35 للهجرة كما روى المؤلف في كتابه شذور العقور، وعند ابن خلكان وغيره سنة 85 للهجرة. انتهى الهامش. وقالت رابعة: ما أرى لبدن يراد به العمل لله إذا أكل الفالوذج عيبا. فمن ألف الترف فينبغي أن يتلطف بنفسه إذا أمكنه. وقد عرفت هذا من نفسي، فإني ربيت في ترف، فلما ابتدأت في التقلل وهجر المشتهى أثر معي مرضا قطعني عن كثير من التعبد، حتى إني قرأت في أيام كل يوم 5 من القرآن، فتناولت يوما ما لا يصبح، فلم أقدر في ذلك اليوم على قراءتها، فقلت: إن لقمة تؤثر قراءة 5 بكل حرف 10 أن تناولها لطاعة عظيمة، وإن مطعما يؤذي البدن فيفوته فعل خير ينبغي أن يهجر. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه حضر عنده وقد تغير من التقشف، فقال له: من أمرك بهذا؟ فالعاقل يعطي بدنه من الغذاء ما يوافقه كما ينقي الغازي شعير الدابة. ولا تظنن أني آمر بأكل الشهوات ولا بالإكثار من الملذوذ، إنما آمر بتناول ما يحفظ النفس وأنهى عما يؤذي البدن. فأما التوسع في المطاعم فإنه سبب النوم، والشبع يعمي القلب ويرهل البدن ويضعفه. فافهم ما أشرت إليه، فالطريق هي الوسطى، كمال الفطنة بكمال العقل. إذا تكامل العقل قوي الذكاء والفطنة، والذكي يتخلص إذا وقع في آفة، كما قال الحسن: إذا كان اللص ظريفا لم يقطع، فأما المغفل فيجني على نفسه المحن. هؤلاء إخوة يوسف عليهم السلام أبعدوه عن أبيه ليتقدموا عنده، وما علموا أن حزنه عليه يشغله عنهم،
وتهمته إياهم تبغضهم إليه أو تبغضهم إليه، ثم رموه في الجب فقالوا يلتقطه بعض السيارة وليس بطفل، إنما هو صبي كبير، وما علموا أنه إذا التقط يحدث بحاله فيبلغ الخبر إلى أبيه، وهذا تغفيل. ثم إنهم قالوا أكله الذئب وجاءوا بقميصه صحيحة، ولو خرقوه احتمل الأمر. ثم لما مضوا إليه يمتارون قال ائتوني بأخ لكم، فلو فطنوا علموا أن ملك مصر لا غرض له في أخيهم، ثم حبسه بحجة. ثم قال هذا الصواع يخبرنا أنه كان كذا وكذا. هذا كله وما يفطنون. فلما أحس بهذه الأشياء يعقوب عليه السلام قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف. وكان يوسف عليه السلام قد نهي بالوحي أن يعلم أباه بوجوده، ولهذا لما التقيا قال له هل كتبت إلي؟ فقال إن جبريل عليه السلام منعني. فلما نهي أن يعرفه خبره لينفذ البلاء كان ما فعل بأخيه تنبيها، فصار كأنه يعرض بخطبة المعتدة. الهامش ذلك أن المعتدة لا تخطب تصريحا وتخطب تعريضا. انتهى الهامش. وعلى فهم يوسف فصار كأنه يعرض بخطبة المعتدة. وعلى فهم يوسف والله بكى يعقوب لا على مجرد صورته. 343 قلل علائقك وتزود فالعمر قصير. الآدمي موضوع على مطلوبات تشتت الهم. العين تطلب المنظور، واللسان يطلب الكلام، والبطن يطلب المأكول، والفرج المنكوح، والطبع يحب جمع المال، والبطن يطلب المأكول والفرج المنكوح، والطبع يحب جمع المال. وقد أمرنا بجمع الهم لذكر الآخرة والهوى يشتته، فكيف إذا اجتمعت إليه حاجات لازمة من طلب قوت البدن وقوت العيال، وهذا يبكر إلى دكانه ويفتكر في التحصيل، ويستعمل آلة الفهم في نيل ما لا بد منه، فأي هم يجتمع منه خصوصا إن أخذه الشره في ثوره، فيمضي العمر فينهض من الدكان إلى القبر. فكيف يحصل العلم أو العمل أو إخلاص القصد أو طلب الفضائل؟ فمن رزق يقظة فينبغي أن يصابر لنيل الفضائل، فإن كان متزهدا بغير عائلة فقد كان السبت يعمل يوم السبت فيكتفي به طول الأسبوع. الهامش السبتي كان من أبناء هارون الرشيد، فزهد وتخفى ولقب بالسبتي لأنه كان يشتغل يوم السبت ويتفرغ سائر الأسبوع للعبادة. انتهى الهامش. فإن كان له مال باضع به من يكفيه بدينه، وثقته أن يهتمه. وإن كان له عائلة جمع همه في نية الكسب عليهم فيكون متعبدا، أو أن يكون قنية مال كعقار ناصفه في نفقته ليكفيه دخله، أو أن يكون قنية مال كعقار ناصفه في نفقته ليكفيه دخله،
وليقلل الهم على مقدار ما يمكنه من حذف العلائق جهده ليجمع الهم في ذكر الآخرة، فإن لم يفعل أخذ في غفلته وندم في حفرته. وأقبح الأحوال حال عالم فقيه كلما جمع همه لذكر الآخرة شتته طلب القوت للعائلة، وربما احتاج للتعرض بالظلمة وأخذ الشبهات وبذل الوجه، فيلزم هذا التقدير في النفقة وإذا حصل له شيء من وجه دبر فيه ولا ينبغي أن يحمله قصر الأمل على إخراج ما في يده، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وأذل من كل ذلك التعرض للبخلاء والأمراء، فليدبر أمره ويقلل العلائق ويحفظ جاهه، فالأيام قلائل. وقد بعث إلى أحمد بن حنبل مال فسأله ابنه قبوله فقال: يا صالح صني، ثم قال: أستخير الله الهامش في قوله صني فعل أمر من صانه، انتهى الهامش. فقال: يا صالح صني، ثم قال: أستخير الله. فأصبح فقال: يا بني قد عزم لي ألا أقبله، أو قد عزم لي ألا أقبله، وهذا وكان العطاء هنيا وجاءه من وجوه، فانعكس الأمر اليوم. 344. كيف تعامل صديقك وحاسدك؟ العزلة عن الخلق سبب طيب العيش، ولا بد من مخالطة بمقدار، فدار العدو واستحله، فربما كادك فأهلكك. وأحسن إلى من أساء إليك، واستعن على أمورك بالكتمان، ولتكن الناس عندك معارف. فأما أصدقاء فلا، لأن أعز الأشياء وجود صديق، الهامش لأن أعز أي أندر وأقل، انتهى الهامش. لأن أعز الأشياء وجود صديق، لأن الصديق يجب أن يكون في مرتبة مماثل، فإن صادقته عاميا لم تنتفع به لسوء أخلاقه وقلة علمه وأدبه، وإن صادقت مماثلا أو مقاربا حسدك، وإذا كان لك يقظة تلمحت من أفعاله وأقواله ما يدل على حسدك، ولتعرفنهم في لحن القول، وإذا أردت تأكيد ذلك فضع عليه من يضعك عنده، الهامش أي يذمك، في قوله يضعك عنده أي يذمك، انتهى الهامش. فضع عليه من يضعك عنده فلا يخرج إليه بما في قلبه. فإن أردت العيش فابعد عن الحسود، لأنه يرى نعمتك فربما أصابها بالعين. فإن اضطررت إلى مخالطة فلا تفشي له سرك ولا تشاوره، ولا يغرنك تملقه لك ولا ما يظهره من الدين والتعبد، فإن الحسد يغلب الدين. وقد عرفت أن قابيل أخرجه الحسد إلى القتل، وإن إخوة يوسف باعوه بثمن بخس، وكان أبو عامر الراهب من المتعبدين العقلاء، وعبد الله بن أبي من الرؤساء، أخرجهما حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النفاق وترك الصواب. ولا ينبغي أن تطلب لحاسدك عقوبة أكثر مما هو فيه، فإنه أمر عظيم متصل لا يرضيه إلا زوال نعمتك، وكلما امتد عذابه فلا عيش له، وما طاب عيش أهل الجنة إلا حين نزع الحسد والغل من صدورهم، ولولا أنه نزع تحاسدوا ونقص عيشهم.
345 الإقبال على اللذات وضرره في الدارين. من سار مع العقل وخالف طريق الهوى ونظر إلى العواقب أمكنه أن يتمتع من الدنيا والذكر الجميل ويكون ذلك سببا لفوات مراده من اللذات. وبيان هذا من وجهين: أحدهما إن مال إلى شهوات النكاح وأكثر منها قل التذاذه وفنيت حرارته، وكان ذلك سببا في عدم مطلوبه منها. ومن استعمل ذلك بمقدار ما يجيزه العقل ويحتمله كان التذاذه أكثر لبعد ما بين الجماعين، وأمكنه التردد لبقاء الحرارة. وكذلك من غش في معاملته أو خان فإنه لا يعامل فيفوته ربح المعاملة الدائمة لخيانته مرة، ولو عرف بالثقة دامت معاملة الناس له فزاد ربحه. والثاني أنه من اتقى الله وتشاغل بالعلم أو تحقيق الزهد فتح له من المباحات ما يلتذ به كثيرا، ومن تقاعد به الكسل من العلم أو الهوى عن تحقيق الزهد لم يحصل إلا اليسير من مراده قال عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. 346 اعمل لترضي الله ولو أسخطت الناس. ينبغي أن يكون العمل كله لله ومعه ومن أجله، وقد كفاك كل مخلوق وجلب لك كل خير، وإياك أن تميل عنه بموافقة هوى وإرضاء مخلوق، فإنه يعكس عليك الحال ويفوتك المقصود. وفي الحديث: من أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. من أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. وأطيب العيش من يعيش مع الخالق سبحانه. فإن قيل: كيف يعيش معه؟ قلت: بامتثال أمره واجتناب نهيه ومراعاة حدوده والرضا بقضائه وحسن الأدب في الخلوة وكثرة ذكره وسلامة القلب من الاعتراض في أقداره. فإن احتجت سألت، فإن أعطى وإلا رضيت بالمنع، وعلمت أنه لم يمنع بخلا إنما نظر لك. ولا تنقطع عن السؤال لأنك تتعبد به، ومتى دمت على ذلك رزقك محبته وصدق التوكل عليه، فصارت المحبة تدلك على المقصود وأثمرت لك محبته إياك فحينئذ تعيش عيش الصديقين. ولا خير في عيش إن لم يكن كذا، فإن أكثر الناس مخبط في عيشه، يداري الأسباب ويميل إليها بقلبه، ويتعب في تحصيل الرزق بحرص زائد على الحد، ويرغبه إلى الخلق، ويعترض عند انكسار الأغراض، والقدر يجري ولا يبالي بسخط، ولا يحصل له إلا ما قدر، وقد فاته القرب من الحق والمحبة له والتأدب معه، فذلك العيش عيش البهائم. 347 حكمة الطعام والشراب ووجوب الاقتصاد في تناولهما. نظرت في حكمة المطعم والمشرب والملبس والمنكح، فرأيت أن الآدمي لما خلق من أصول تتحلل، وهي الماء والتراب والنار والهواء، وبقاؤه إنما يكون بالحرارة والرطوبة، والحرارة تحل الرطوبة دائما، فلم يكن له بد من شيء يخلف ما بطل. ولما كان اللحم لا ينوب عنه إلا اللحم، أباح ذبح الحيوان ليتقوى به من هو أشرف منه،
ولما كان بدنه يحتاج إلى كسوة وله قدرة تميز وقدرة يصنع بها ما يقيه الأذى من القطن والصوف، لم يجعل على جلده ما يقيه خلقه لم يجعل على جلده ما يقيه خلقه بخلاف الحيوان البهيم، فإنه لما لم يكن له قدرة على ما يغطي جلده عوضه بالريش والشعر والوبر، لم يجعل على جلده ما يقيه خلقه بخلاف الحيوان البهيم، فإنه لما لم يكن له قدرة على ما يغطي جلده عوضه بالريش والشعر والوبر، ولما لم يكن بد من فناء الآدمي والحيوان هيج شهوة الجماع لتخلف النسل أو لتخلف النسل. فمقتضى العقل الذي حرك على طلب هذه المصالح أن يكون التناول للمطعم والمشرب مقدار الحاجة والمصلحة ليقع الالتذاذ بالعافية، ومن البلية طلب الالتذاذ بالمطعم وإن كان غير صالح والإكثار منه والشره منه والشره في تناوله، وكذلك الكسوة والنكاح. ومن الحزم جمع المال وادخاره لعارض حاجة من ذلك، ومن التغفيل إنفاق الحاصل، فربما عارضت حاجة فلم يقدر عليها فأثر عدمها في البدن أو في العرض بطلبها من الأنذال. ومن أقبح الأمور الانهماك في النكاح طلبا لصور اللذة ناسيا ما يجني ذلك من انحلال القوة ويزيد في الحرام بالعقوبة. فمن مال إلى تدبير العقل سلم في دنياه وآخرته، ومن أعرض عن مشاورته أو عن القبول منه تعجل عطبه. فليفهم مقصود الموضوعات وحكمها والمراد منها، فمن لم يفهم ولم يعمل بمقتضى ما فهم كان كأجهل العوام وإن كان عالما. 348 ضرر مخالطة الأمراء. في مخالطة الأمراء العجب ممن له مسكة من عقل أو عنده قليل من دين، كيف يؤثر مخالطتهم؟ فإنه بالمخالطة لهم أو العمل معهم يكون خائفا من عزل أو قتل أو سم، ولا يمكنه أن يعمل إلا بمقتضى أوامرهم، فإن أمروا بما لا يجوز لم يقدر أن يراجع، فقد باع دينه قطعا بدنياه، فمنعه بالخوف ولم يبقى بيده إلا عاجل التعظيم وأن يقال بين يديه بسم الله. الهامش كانوا يقولونها بين يدي الأمراء تنبيها على وصولهم أو دخولهم ليقام لهم ويحتفل باستقبالهم. انتهى الهامش. وأن ينفذ أوامره، وذلك بعيد من السلامة في باب الدين وما يلتذ به من الدنيا وما يلتذ به منه في الدنيا، ممزوج بخوف العزل والقتل. 349 أحسن إلى الناس ولا تظهر العداوة لأحد. من الغلط العظيم أن يتكلم في حق معزول بما لا يصلح، فإنه لا يؤمن أن يلي فينتقم، وفي الجملة لا ينبغي أن يظهر العداوة لأحد أصلا، فقد يرتفع المحتقر وقد لا يتمكن من لا يعد، بل ينبغي أن يكتم ما في النفوس على الأعداء، فإن أمكن الانتقام منهم كان العفو انتقاما لأنه يذلهم. وينبغي أن يحسن إلى كل أحد، خصوصا من يجوز أن يكون له ولاية، وأن يخدم المعزول، فربما نفع في ولايته. الهامش هذه المعاني كلها أعادها مرارا. انتهى الهامش.
وقد روينا أن رجلا استأذن على قاضي القضاة ابن أبي داود الهامش، انظر الكلام عنه في كتاب رجال من التاريخ، انتهى الهامش. وقد روينا أن رجلا استأذن على قاضي القضاة ابن أبي داود وقال قول له أبو جعفر بالباب، فلما سمع هش وقال ائذن له، فدخل فقام وتلقاه وأكرمه وأعطاه 5000 وودعه. فقيل له رجل من العوام فعلت به هذا؟ فقيل له رجل من العوام فعلت به هذا؟ قال إني كنت فقيرا وكان هذا صديقا فجئته يوما فقلت له أنا جائع، فقال اجلس، وخرج فجاء بشواء وحلوى وخبز فقال كل، فقلت كل معي، قال لا، قلت والله لا آكل حتى تأكل معي، فأكل فجعل الدم يجري من فمه، فقلت ما هذا؟ فقال مرض، فقلت والله لا بد أن تخبرني، فقال إنك لما جئتني لم أكن أملك شيئا، وكانت أسناني مضببة بشريط من ذهب فنزعته واشتريت به، فهل أكافئ مثل هذا؟ وعلى عكس هذه الأشياء كان ابن الزيات وزير الواثق، وكان يضع من المتوكل، فلما ولي عذبه بأنواع العذاب. وكذلك ابن الجزري كان لا يوقر المسترشد قبل الولاية، فجرت عليه الآفات لما ولي. فالعاقل من تأمل العواقب وراعاها وصور كل ما يجوز أن يقع فعمل بمقتضى الحزم. وأبلغ من هذا تصوير وجود الموت عاجلا، لأنه يجوز أن يأتي بغتة من غير مرض، فالحازم من استعد له وعمل عمل من لا يندم إذا جاءه، وحذر من الذنوب فإنها كعدو مراصد بالجزاء، وادخر لنفسه صالح الأعمال فإنها كصديق صديق ينفع وقت الشدة. وأبلغ من كل شيء أن يعلم المؤمن أنه كلما زاد عمله في الفضائل علت مرتبته في الجنة، وإن نقص نقصت، فهو وإن دخل الجنة ما يجد في نقص بالإضافة إلى كمال غيره، غير أنه قد رضي به ولا يشعر بذلك. فرحم الله من تلمح العواقب وعمل بمقتضى التلمح، والله تعالى الموفق. 350 تلاعب الدنيا بالأمراء والزهاد وغيرهم. لما جمعت كتابي المسمى بالمنتظم أو المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، اطلعت على سير الخلق من الملوك والوزراء والعلماء والأدباء والفقهاء والمحدثين والزهاد وغيرهم، فرأيت الدنيا قد تلاعبت بالأكثرين تلاعبا أذهب أديانهم، حتى كانوا لا يؤمنون بالعقاب. فمن الأمراء من يقتل ويصادر ويقطع ويحبس بغير حق، ثم ينخرط في سلك المعاصي كأن الأمر إليه، أو قد جاءه الأمن من العقاب، فربما تخايل أن حفظ الرعايا يرد عني، وينسى أنه قد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقد انخرط جماعة ممن يتسم بالعلم في المعاصي لتحصيل أغراضهم العاجلة، فما نفعهم العلم. ورأينا خلقا من المتزهدين خالفوا لنيل أغراضهم، وهذا لأن الدنيا فخ والناس كعصافير، والعصفور يريد الحبة وينسى الخنق. قد نسي أكثر الخلق مآلهم ميلا إلى عاجل لذاتهم،
فأقبلوا يسامرون الهوى ولا يلتفتون إلى مشاورة العقل، فلقد باعوا بلذة يسيرة خيرا كثيرا، واستحقوا بشهوات مردولة عذابا عظيما. فإذا نزل بأحدهم الموت قال: ليتني لم أكن، ليتني كنت ترابا. فيقال له: الآن فوى أسف لفائت لا يمكن استدراكه، ولمرتهن لا يصح فكاكه، ولندم لا ينقطع زمانه، ولمعذب عز عليه إيمانه بالله. الهامش كذا انتهى الهامش. ما نفعت العقول إلا لمن يلتفت إليها ويعول عليها، ولا يمكن قبول مشاورها إلا بعزيمة الصبر عما يشتهي. فتأمل في الأمراء عمر بن الخطاب وابن عبد العزيز رضي الله عنهما، وفي العلماء أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وفي الزهاد أويس القرني. الهامش توفي سنة 37 للهجرة، انتهى الهامش. لقد أعطوا الجد حقه وفهموا مقصود الوجود، وما هلك الهالكون إلا لقلة الصبر عن المشتهى. وربما كان فيهم من لا يؤمن بالبعث والعقاب، وليس العجب من ذاك، إنما العجب من مؤمن يوقن لا ولا ينفعه يقينه، ويعقل العواقب ولا ينفعه عقله. 351 صاحب الهمة العالية في تعب دائم. من رزق همة عالية يعذب بمقدار علوها، كما قال الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وقال الآخر: ولكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي. وبيان هذا أن من علت همته طلب العلوم كلها ولم يقتصر على بعضها، وطلب من كل علم نهايته، وهذا لا يحتمله البدن، ثم يرى أن المراد العمل، فيجتهد في قيام الليل وصيام النهار، والجمع بين ذلك وبين العلم صعب، ثم يرى ترك الدنيا ويحتاج إلى ما لا بد منه، ويحب الإيثار ولا يقدر على البخل، ويتقاضاه الكرم البذل، ويمنعه عز النفس عن الكسب. فإن هو جرى على طبعه من الكرم احتاج وافتقر وتأثر بدنه وعائلته، وإن أمسك فطبعه يأبى ذلك. الهامش أعاد هذه المعاني كلها مرارا، انتهى الهامش. وفي الجملة يحتاج إلى معاناة وجمع أضداد، فهو أبدا في نصب لا ينقضي وتعب لا يفرغ. ثم إذا حقق الإخلاص في الأعمال زاد تعبه وقوي وصبه، فأين هو ومن دنت همته؟ إن كان فقيها فسئل عن حديث قال: ما أعرفه، وإن كان محدثا فسئل عن مسألة فقهية قال: ما أدري، ولا يبالي إن قيل عنه مقصر. والعالي الهمة يرى التقصير في بعض العلوم فضيحة قد كشفت عيبه، والعالي الهمة يرى التقصير في بعض العلوم فضيحة قد كشفت عيبه، وقد رأت الناس عورته. والقصير الهمة لا يبالي بمنن الناس، ولا يستقبح سؤالهم، ولا يأنف من رد. والعالي الهمة لا يحمل ذلك، ولكن تعب العالي الهمة راحة في المعنى، وراحة القصير الهمة تعب وشين، وإن كان ثم فهم. ولكن تعب العالي الهمة راحة في المعنى، وراحة القصير الهمة تعب وشين، إن كان ثم فهم. والدنيا دار سباق إلى أعالي المعالي، فينبغي لذي الهمة ألا يقصر في شوطه، فإن سبق فهو المقصود، وإن كبى جواده مع اجتهاد لم يلم.
352 رضا الناس أو رضا الإنسان عن نفسه مصيبة. المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه واقتناعه بعلمه، وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق، فترى اليهودي والنصراني يرى أنه على صواب ولا يبحث ولا ينظر في دليل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإذا سمع ما يلين قلبه مثل القرآن المعجز هرب لئلا يسمع، وكذلك كل ذي هوى يثبت عليه، إما لأنه مذهب أبيه وأهله، أو لأنه نظر نظرا أول فرآه صوابا، ولم ينظر فيما يناقضه، ولم يباحث العلماء ليبينوا له خطأه. ومن هذا حال الخوارج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فإنهم استحسنوا ما وقع لهم ولم يراجعوا أو ولم يرجعوا إلى من يعلم. ولما لقيهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فبين لما خطأهم رجع عن مذهبه منهم 2000، وممن لم يرجع عن هواه ابن ملجم، فرأى مذهبه هو الحق، فاستحل قتل أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه ورآه دينا، حتى إنه لما قطعت أعضاؤه لم يمانع، فلما طلب لسانه ليقطع انزعج وقال: كيف أبقى ساعة في الدنيا لا أذكر الله؟ حتى أنه لما قطعت أعضاؤه لم يمانع فلما طلب لسانه ليقطع انزعج وقال كيف أبقى ساعة في الدنيا لا أذكر الله. ومثل هذا ما له دواء. وكذلك كان الحجاج يقول: والله ما أرجو الخير إلا بعد الموت، هذا قوله. وكم قد قتل من لا يحل قتله، منهم سعيد بن جبير. وقد أخبرنا عبد الوهاب وابن ناصر الحافظ قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا الحسين ابن محمد النصيبي قال: أخبرنا إسماعيل بن سعيد قال: حدثنا أبو بكر ابن الأنباري قال: حدثنا أبو عيسى الختلي قال: حدثنا أبو يعلى قال: حدثنا الأصمعي قال: حدثنا أبو عاصم عن عباد بن كثير عن قحدم قال: وجد في سجن الحجاج 33,000، ما يجب على واحد منهم قطع ولا قتل ولا صلب. قلت: وعموم السلاطين يقتلون ويقطعون ظنا منهم جواز ذلك، ولو سألوا العلماء بينوا لهم. وعموم العوام يبارزون بالذنوب اعتمادا على العفو وينسون العقاب، ومنهم من يعتمد أني من أهل السنة أو أن لي حسنات قد تنفع، وكل هذا لقوة الجهل. فينبغي للإنسان أن يبالغ في معرفة الدليل ولا يساكن شبهته ولا يثق بعلم نفسه. نسأل الله السلامة من جميع الآفات. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني 353 عقوبة المذنب واقعة ولو بعد حين. فصل ينبغي تأمله. اعلم أن الجزاء بالمرصاد إن كانت حسنة أو كانت سيئة. ومن الاغترار أن يظن المذنب إذا لم يرى عقوبة أنه قد سومح، وربما جاءت العقوبة بعد مدة، وقل من فعل ذنبا إلا وقوبل عليه. قال عز وجل: من يعمل سوءا يجز به. هذا آدم عليه السلام أكل لقمة فقد عرفتم ما جرى عليه. قال وهب بن منبه: أوحى الله تعالى إليه: ألم أصطنعك لنفسي وأحللتك داري وأسجدت لك ملائكتي
فعصيت أمري ونسيت عهدي؟ وعزتي لو ملأت الأرض كلهم مثلك يعبدون ويسبحون في الليل والنهار ثم عصوني لأنزلتهم منازل العاصين. فنزع جبريل التاج عن رأسه وحل ميكائيل الإكليل عن جبينه وجذب بناصيته فأهبط. فبكى آدم 300 عام على جبل الهند تجري دموعه في أودية جبالها، فنبتت بتلك المدامع أشجار طيبكم هذا. وكذلك داود عليه السلام نظر نظرة فأوجبت عتابه وبكاءه الدائم حتى نبت العشب من دموعه. وأما سليمان عليه السلام فإن قوما اختصموا إليه فكان هواه مع أحد الخصمين فعوقب وتغير في أعين الناس، وكان يقول أطعموني فلا يطعم. وأما يعقوب عليه السلام فإنه يقال إنه ذبح عجلا بين يدي أمه فعوقب بفراق يوسف. وأما يوسف عليه السلام فأوخذ بالهم، وكل واحد من إخوته ولد له 12 ولدا ونقص هو ولدا لتلك الهمة. وأما أيوب عليه السلام فإنه قصر في الإنكار على ملك ظالم لأجل خيل كانت في ناحيته فابتلي. وأما يونس عليه السلام فخرج عن قومه بغير إذن فالتقمه الحوت. وأوحى الله عز وجل إلى أرميا أن قومك تركوا الأمر الذي أكرمت به آباءهم، وعزتي لأهيجن عليهم جنودا لا يرحمون بكاءهم. فقال يا ربي هم ولد خليلك إبراهيم وأمة صفيك موسى وقوم نبيك داود. فأوحى الله تعالى إليه إنما أكرمت إبراهيم وموسى وداود بطاعتي ولو عصوني لأنزلتهم منازل العاصين. الهامش هذه كلها إسرائيليات لم يصح بها خبر. انتهى الهامش. ونظر بعض العباد شخصا مستحسنا فقال له شيخه ما هذا النظر، ستجد غبة. فنسي القرآن بعد 40 سنة. وقال آخر عبت شخصا قد ذهب بعض أسنانه فانتثرت أسناني، ونظرت إلى امرأة لا تحل لي فنظر إلى زوجتي من لا أريد. وكان بعض العافين ضرب أباه وسحبه إلى مكان، فقال له الأب حسبك، إلى هنا سحبت أبي. وقال ابن سيرين عيرت رجلا بالإفلاس فأفلست. ومثل هذا كثير. ومن أعجب ما سمعت فيه عن الوزير ابن حصير أو حصير الملقب بالنظام أن المقتفي غضب عليه وأمر بأن يؤخذ منه 10,000 دينار. فدخل عليه أهله محزونين وقالوا له من أين لك 10,000 دينار؟ فقال ما يؤخذ مني 10 ولا 5 ولا 4. قالوا من أين لك؟ قال إني ظلمت رجلا فألزمته 3,000 فما يؤخذ مني أكثر منها.
فلما أدى 3000 دينار وقع الخليفة بإطلاقه ومسامحته في الباقي. وأنا أقول عن نفسي ما نزلت بي آفة أو غم أو ضيق صدر إلا بزلل أعرفه حتى يمكنني أن أقول هذا بالشيء الفلاني، وربما تأولت فيه بعد فأرى العقوبة. فينبغي للإنسان أن يترقب جزاء الذنوب فقل أن يسلم منه، وليجتهد في التوبة. فقد روي في الحديث ما من شيء أسرع لحاقا بشيء من حسنة حديثة لذنب قديم. ومع التوبة يكون خائفا من المؤاخذة متوقعا لها، فإن الله تعالى قد تاب على الأنبياء عليهم السلام. وفي حديث الشفاعة يقول آدم ذنبي، ويقول إبراهيم وموسى ذنبي. فإن قال قائل قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به خبر، فهو يقتضي ألا يجاوز عن مذنب. وقد عرفنا قبول التوبة والصفح عن الخاطئين، فالجواب من وجهين: أحدهما أن يحمل على من مات مصرا ولم يتب، فإن التوبة تجب ما قبلها. والثاني أنه على إطلاقه، فهو الذي اختاره أنا، وأستدل بالنقل والمعنى. والثاني أنه على إطلاقه، فهو الذي اختاره أنا وأستدل بالنقل والمعنى. أما النقل فإنه لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر يا رسول الله أو نجازى بكل ما نعمل، فقال ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. وأما المعنى فإن المؤمن إذا تاب وندم كان أسفه على ذنبه في كل وقت أقوى من كل عقوبة. فالويل لمن عرف مرارة الجزاء الدائمة وآثر لذة المعصية لحظة. 354 المؤلف يناجي ربه ويحاسب نفسه. تفكرت في نفسي يوما تفكر محقق، فحاسبتها قبل أن تحاسب، ووزنتها قبل أن توزن، فرأيت اللطف الرباني. فمنذ الطفولة وإلى الآن أرى لطفا بعد لطف، وسترا على قبيح، وعفوا عما يوجب عقوبة، وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان. ولقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كشف للناس بعضها لاستحييت. ولا يعتقد معتقد عند سماع هذا أنها من كبائر الذنوب حتى يظن في ما يظن في الفساق، بل هي ذنوب قبيحة في حق مثلي وقعت بتأويلات فاسدة. فصرت إذا دعوت أقول اللهم بحمدك وسترك علي اغفر لي، ثم طالبت نفسي بالشكر على ذلك فما وجدته كما ينبغي، ثم طالبت نفسي بالشكر على ذلك فما وجدته كما ينبغي. ثم أنا أتقاضى القدر مراداتي، ولا أتقاضى نفسي بصبر على مكروه ولا بشكر على نعمة. فأخذت أنوح على تقصيري في شكر المنعم، وكوني أتلذذ بإراد العلم من غير تحقيق عمل به. وقد كنت أرجو مقامات الكبار، فذهب العمر وما حصل المقصود، فوجدت أبا الوفاء ابن عقيل الهامش، هو علي بن محمد المتوفى 1450 للهجرة، انتهى الهامش. فوجدت أبا الوفاء ابن عقيل قد ناح نحو ما نحت، فأعجبتني نياحته فكتبتها هاهنا. قال لنفسه يا رعناء تقومين الألفاظ ليقال مناظر، وثمرة هذا يا مناظر كما يقال للمصارع الغارة
كما يقال للمصارع الغارة، ضيعت أعز الأشياء وأنفسها عند العقلاء، وهي أيام العمر، حتى شاع لك بين من يموت غدا اسم مناظر، وينسى الذاكر والمذكور إذا درست القلوب. هذا إذا تأخر الأمر إلى موتك، بل ربما نشأ شاب أفره منك فموه له وصار الاسم له. والعقلاء عن الله تشاغلوا بما إذا انطووا نشرهم، وهو العمل بالعلم والنظر الخالص لنفوسهم. أف لنفس قد سطرت عدة مجلدات في فنون العلوم، وما عبق بها فضيلة، إن نظرت شمخت، وإن نوصحت تعجرفت، وإن لاحت الدنيا طارت إليها طيران الرخم وسقوط الغراب على الجيف، فليتها أخذت أخذ المضطر من الميتة. توفر في المخالطة توفر في المخالطة عيوبا تبلى، ولا تحتشم نظر الحق إليها، وإن انكسر لها غرض تضجرت، فإن أمد بالنعم اشتغلت عن المنعم. أف والله مني اليوم على وجه الأرض وغدا تحتها، والله إن نتن جسدي بعد 3 تحت التراب أقل من نتن خلائقي وأنا بين الأصحاب، والله إنني قد أبهرني حلم هذا الكريم عني، كيف يسترني وأنا أنتهك، ويجمعني وأنا أتشتت. وغدا يقال مات الحبر العالم الصالح، ولو عرفوني حق معرفتي ما دفنوني، والله لأنادين على نفسي نداء المكشفين، والله لأنادين على نفسي نداء المكشفين معايب الأعداء، والله لأنادين على نفسي نداء المكشفين معايب الأعداء، ولأنوحن نوح الثاكلين للأبناء، إذ لا نائح لي ينوح علي لهذه المصائب المكتومة والخلال المغطاة التي قد سترها من خبرها وغطاها من علمها. والله ما أجد لنفسي خلة أستحسن أن أقول متوسلا بها اللهم اغفر لي كذا بكذا. والله ما التفت قط إلا وجدت منه سبحانه برا يكفيني ووقاية تحميني مع تسلط الأعداء، ولا عرضت حاجة فمددت يدي إلا قضاها. هذا فعله معي وهو رب غني عني، وهذا فعلي وأنا عبد فقير إليه، ولا عذر لي فأقول ما دريت أو سهوت. والله لقد خلقني خلقا صحيحا سليما، ونور قلبي بالفطنة حتى إن الغائبات والمكنونات تنكشف لفهمي، فوا حسرتاه على عمر انقضى فيما لا يطابق الرضا، وحرماني لمقامات الرجال الفطناء، يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وشماتة العدو بي، وخيبة من أحسن الظن بي إذا شهدت الجوارح علي، وخذلاني عند إقامة الحجة. سخر والله مني الشيطان وأنا الفطن، اللهم توبة خالصة من هذه الأقدار، ونهضة صادقة لتصفية ما بقي من الأكدار، وقد جئتك بعد 50 وأنا مع خلق المتاع، وأنا من خلق المتاع، وأبى العلم إلا أن يأخذ بيدي إلى معدن الكرم، وليس لي وسيلة إلا التأسف والندم، فوالله ما عصيتك
وليس لي وسيلة إلا التأسف والندم، فوالله ما عصيتك جاهلا بمقدار نعمك ولا ناسيا لما أسلفت من كرمك، فاغفر لي سالف فعلي. 355. تحمل عداوة أقربائك وتواضع لهم. عداوة الأقارب صعبة، وربما دامت كحرب بكر وتغلب ابني وائل وعبس وذبيان ابني بغيض والأوس والخزرج ابني قيلة. قال الجاحظ: تعدت هذه الحرب 40 عاما. الهامش: تلك حرب البسوس التي بين بكر وتغلب، وقد وقعت فيها كلها بضع معارك فقط، وقتل فيها كلها بضع مئات. انتهى الهامش. والسبب في هذا أن كل واحد من الأقارب يكره أن يفوقه قريبه، فيقع التحاسد، فينبغي لمن فضل عن أقاربه أن يتواضع لهم ويرفعهم جهده ويرفق بهم لعله يسلم. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لأقارب أصلهم فيقطعوني، فقال: فكأنما تسفهم المل. الهامش: أي أنهم في إيذائهم أنفسهم بهذا كمن يسف الرماد. انتهى الهامش. ولم يزل معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. 356. المؤمن لا يلتفت إلى حاسده. رأيت كلاب الصيد إذا مرت بكلاب المحلة نبحتها وبالغت وأسرعت خلفها، وكأنها تراها مكرمة مجللة فتحسدها على ذلك. ورأيت كلاب الصيد حينئذ لا تلتفت إليها ولا تعيرها الطرف ولا تعد نباحها شيئا، فرأيت أن كلاب الصيد كأنها ليست من جنس تلك الكلاب، لأن تلك غليظة البدن كثيفة الأعضاء لا أمانة لها، وهذه لطيفة دقيقة الخلقة ومعها آداب قد ناسبت خلقتها اللطيفة، وأنها تحبس الصيد على مالكها خوفا من عقابه أو مراعاة لشكر نعمته عليها. فرأيت أن الأدب وحسن العشرة يتبع لطافة البدن وصفاء الروح. وهكذا المؤمن العاقل لا يلتفت إلى حاسده ولا يعده شيئا، إذ هو في واد وذاك في واد، ذاك يحسده على الدنيا وهذا همته الآخرة، فيا بعد ما بين الواديين. 357. الحكمة الإلهية لا تظهر دائما، فعليك بالتسليم. هذا فصل ملاحظته من أهم الأشياء ينبغي لمن آمن بالله تعالى أن يسلم له في أفعاله، ويعلم أنه حكيم ومالك وأنه لا يغيب. فإن خفيت عليه حكمة فعله نسب الجهل إلى نفسه وسلم للحكيم المالك، فإذا طالبه العقل بحكمة الفعل قال: ما بانت لي، فيجب علي تسليم الأمر لمالكه. وإن أقواما نظروا بمجرد العقل إلى كثير من أفعال الحق سبحانه فرأوها لو صدرت من مخلوق نسب فيها إلى ضد الحكمة، فنسبوا الخالق إلى ذلك، وهذا الكفر المحض والجنون البارد. والواجب نسبة الجهل إلى النفوس، فإن العقول قاصرة عن مطالعة حكمته. وأول من فعل ذلك إبليس، فإنه قد رآه قد فضل طينا على نار. الهامش كرر هذه المعاني غير مرة. انتهى الهامش. والعقل يرى النار أفضل فعاب حكمته،
وعمت هذه المحنة خلقا ممن ينسب إلى العلم وكثيرا من العوام، فكم قد رأينا عالما يعترض وعاميا يرد فيكفر. وهذه محنة قد شملت أكثر الخلق، يرون عالما يضيق عليه وفاسقا يوسع عليه، يرون عالما يضيق عليه وفاسقا يوسع عليه، فيقولون هذا لا يليق بالحكمة. وقد علم العلماء أن الله تعالى قد فرض الزكوات والخراج والجزية والغنائم والكفارات ليستغني بها الفقراء، فاختص بذلك الظلمة. وصانع من تجب عليه الزكاة بإخراج وصانع من تجب عليه الزكاة بإخراج بعضها فجاع الفقير، أو وصانع من تجب عليه الزكاة بإخراج بعضها فجاع الفقير. فينبغي أن نذم هؤلاء الظلمة ولا نعترض على من قدر الكفاية للفقراء. وقد حصل في ضمن هذا عقوبة الظالمين في حبسهم الحقوق وابتلاء الفقراء بصبرهم عن حظوظهم، وأكثر هؤلاء المعترضين لا يكادون يسلمون وقت خروج الروح من اعتراض يخرج إلى الكفر أو يخرج إلى الكفر، فتخرج النفس كافرة. فكم عامي يقول فلان قد ابتلي وما يستحق، ومعناه أنه قد فعل به ما لا يليق بالصواب. وقد قال بعض الخلعاء أي ربي تخلق أقمار ليل وأغصان بان وكثبان رمل، وتنهى عبادك أن يعشقوا، أيا حاكم العدل ذا حكم عدل. ومثل هذا ينشده جماعة من العلماء ويستحسنونه، وهو كفر محض. وما فهم القائلون لهذا أنه ما نهى عن العشق، وإنما نهى عن العمل بمقتضى العشق من الأشياء المحرمة كالنظر واللمس والفعل القبيح، والامتناع عن المشتهى، والامتناع عن المشتهى دليل على وجود الناهي، كصبر العطشان في رمضان عن الماء، فإنه دليل على الإيمان بوجود من أمر بالصوم، وتسليم النفوس إلى القتل والجهاد دليل على اليقين بالجزاء. ثم المستحسن أنموذج ما قد أعد، فأين العقل المتأمل؟ كلا، لو تأمل وصبر قليلا لربح كثيرا. لو ذهبت أذكر ما قد عرفت من اعتراض العلماء والعوام لطال. ومن أحسن الناس حالا في ذلك ما يحكى عن ابن راوندي أنه جاع يوما واشتد جوعه، فجلس على الجسر وقد أمضه الجوع، فمرت خيل مزينة بالحرير والديباج، فقال لمن هذه؟ فقالوا لعلي بن بلتق غلام الخليفة. فمرت جوار مستحسنات، فقال لمن هذه؟ فقالوا لعلي بن بلتق. فمر به رجل فرآه عليه أثر الضر، فرمى إليه رغيفين. فأخذهما ورمى بهما وقال هذه لعلي بن بلتق. الهامش، مرت هذه القصة من قبل. ونسي الجاهل الأحمق ما يقول ويعترض ويفعل قبل هذه المجاعة. الهامش بياض بالأصل، انتهى الهامش. فيا معترضين، وهم غاية في النقص على من لا عيب في فعله، أنتم في البداية من ماء وطين، وفي الثاني من ماء مهين، ثم تحملون الأنجاس على الدوام. ولو حبس عنكم الهواء لصرتم جيفا، ولو أليق منكم أهلككم. الهامش الكلمة كذا، انتهى الهامش. ولو أليق منكم أهلككم، وكم
من رأي يراه حازمكم فإذا عرضه على غيره تبين له قبح رأيه، ثم المعاصي منكم زائدة في الحد، فما فيكم إلا الاعتراض على المالك الحكيم، ولو لم يكن في هذه البلاوي إلا أن يراد التسليم، ولو أنه أنشأ الخلق ليدلوا على وجوده ثم أهلكهم ولم يعدهم كان ذلك له، لأنه مالك، لكنه بفضله وعد بالإعادة والجزاء والبقاء الدائم في النعيم، فمتى ما جرى أمر لا تعرف علته فانسب ذلك إلى قصور علمك، وقد ترى مقتولا ظلما، وكم قد قتل وظلم حتى قوبل ببعضه، وقل أن يجري لأحد آفة ولا يستحقها، غير أن تلك الآفات المجازى بها غائبة عنا ورأينا الجزاء. فسلم تسلم، واحذر كلمة اعتراض أو إضمار، فربما أخرجتك من دائرة الإسلام. 358. الناس في الآخرة مثل الناس يوم العيد في الدنيا. رأيت الناس يوم العيد فشبهت الحال بالقيامة، فإنهم لما انتبهوا من نومهم خرجوا إلى عيدهم كخروج الموتى من قبورهم إلى حشرهم، فمنهم من زينته الغاية ومركبه النهاية، ومنهم المتوسط، ومنهم المرذول، وعلى هذا أحوال الناس يوم القيامة. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي ركمانا، أي ركبانا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا. وقال عليه الصلاة والسلام: يحشرون ركبانا ومشاة على وجوههم. ومن الناس من يداس في زحمة العيد، وكذلك الظلمة يطأهم الناس بأقدامهم في القيامة. ومن الناس يوم العيد الغني المتصدق، كذلك يوم القيامة أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ومنهم الفقير السائل، فقد يعطى أعددت شفاعتي لأهل الكبائر. ومنهم من لا يعطف عليه، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. والأعلام منشورة في العيد، كذلك أعلام المتقين في القيامة، والبوق يضرب، كذلك يخبر بحال العبد فيقال: يا أهل الموقف، إن فلانا قد سعد سعادة لا شقاء بعدها، وإن فلانا قد شقي شقاوة لا سعادة بعدها. ثم يرجعون من العيد بالخواص إلى باب الحجرة، يخبرون بامتثال الأوامر أولئك المقربون، فيخرج التوقيع إليهم، وكان سعيهم مشكورا. ومن هو دونهم يختلف حاله، فمنهم من يرجع إلى بيت عامر بما أسلفتم في الأيام الخالية، ومنهم متوسط، ومنهم من يعود إلى بيت قفر، فاعتبروا يا أولي الألباب. 359. نصيحة العلماء والزهاد. يا قوم، قد علمتم أن الأعمال بالنيات، وقد فهمتم قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقد سمعتم عن السلف أنهم كانوا لا يعملون ولا يقولون حتى تتقدم النية وتصح. أيذهب زمانكم يا فقهاء في الجدل والصياح، وترتفع أصواتكم عند اجتماع العوام تقصدون المغالبة؟ أو ما سمعتم من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، لم يرح،
رائحة الجنة ثم يقدم أحدكم على الفتوى وليس من أهلها، وقد كان السلف يتدافعونها. ويا معشر المتزهدين، إنه يعلم السر وأخفى، أتظهرون الفقر في لباسكم وأنتم تستوفون شهوات النفوس، وتظهرون التخاشع والبكاء في الجلوات دون الخلوات. كان ابن سيرين يضحك ويقهقه فإذا خلا بكى أكثر الليل. وقال سفيان لصاحبه: ما أوقحك تصلي والناس يرونك؟ أفدي ضباء فلات ما عرفن بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب. آهٍ للمراء من يوم وحصل ما في الصدور وهي النيات. فأفيقوا من سكركم وتوبوا من زللكم واستقيموا على الجادة. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. 360. أكثر الناس حائدون عن الشريعة، وكذلك العلماء والزهاد. رأيت جمهور الناس حائدين عن الشريعة جارين على ما ألفوا من العادة، وقد يخلص منهم فريقان: علماء وعباد. فتأملت جمهور العلماء فرأيتهم في تخليط، منهم من يقتصر على معاملات الدنيا ويعرض عن معاملات الآخرة، إما لجهله بها أو لثقل أمرها عليه، فهو يجري على ما يثقل عليه مما يوجبه العلم، ويتبع في الباقي العادات، وربما تخيل أنه يسامح في الخطايا لكونه عالما، وقد نسي أن العلم حجة عليه. ومنهم من هو واقف مع صورة العلم غافل عن المقصود بالعلم، وفيهم من يخالط السلطان فيتأذى المخالط بما يرى من الذنوب والظلم ولا يمكنه الإنكار، وربما مدح، ويتأذى السلطان فيقول: لولا أني على صواب ما جالسني هذا. ويتأذى العوام فيقولون: لولا أن أمر السلطان قريب ما خالطه هذا العالم. الهامش: مرت هذه المعاني كلها من قبل. انتهى الهامش. ورأيت الأشراف يثقون بشفاعة آبائهم وينسون أن اليهود من بني إسرائيل. وأما الفريق الثاني وهم العباد فرأيت أكثرهم في تخليط، أما الصحيح القصد منهم فعلى غير الجادة في أكثر عملهم. قد وضع لهم جماعة من المتقدمين كتبا فيها دفائن قبيحة وأحاديث غير صحيحة، ويأمرون فيها بأشياء تخالف الشريعة، مثل كتب الحارث المحاسبي وأبي عبد الله الترمذي وقوت القلوب لأبي طالب المكي وكتاب الإحياء لأبي حامد الطوسي. الهامش: في هذه الكتب أحاديث لم تصح، وفيها شيء مما قال، ولكن فيها خيرا كثيرا، وفيها تهذيب للنفس، وفيها دلالة على الله. ولولا أن الإحياء لا نظير له ما عني المؤلف نفسه وأتعبها أو ما عنا المؤلف نفسه وأتعبها باختصاره في كتابه منهاج القاصدين. انتهى الهامش. فإذا فتح المبتدئ عينه وهم بسلوك الطريق بهذه الكتب فحملته إلى الخطايا، لأنهم قد بنوا على أحاديث محالة ويذمون الدنيا ولا يدرون ما المذموم منها، فيتصور المبتدئ ذم ذات الدنيا فيهرب المنقطع إلى الجبل، وربما فاتته الجماعة والجمعة، ويقتصر على البلوط والكمثرى فيورثه القولونج، ويقنع بعضهم بشرب اللبن فينحل الطبع،
أو يأكل الباقلاء والعدس فيحدث له قراقر. وإنما ينبغي لقاصد الحج أن يرفق أولا بالناقة ليصل. ألا ترى للفطن من الأتراك يهتم بفرسه قبل تحصيل قوت نفسه؟ وربما تصدى القاص لشرح أحوال قوم من السلف والمتزاهدين فيتبعهم المريد فيتأذى بذلك. ومتى رددنا ذلك المنقول وبينا خطأ فاعله قال الجهال: أترد على الزهاد؟ وإنما ينبغي اتباع الصواب ولا ينظر إلى أسماء المعظمين في النفوس. فإنا نقول قال أبو حنيفة ثم يخالفه الشافعي، وإنما ينبغي أن يتبع الدليل. قال المروزي: مدح أحمد بن حنبل النكاح، فقلت له: قد قال إبراهيم بن أدهم، فصاح وقال: وقعنا في بنيات الطريق، عليك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وتكلم أحمد في الحارث المحاسبي ورد على سري السقطي حين قال: لما خلق الله الحروف وقفت الألف وسجدت الياء، فقال: نفروا الناس عنه. فالحق لا ينبغي أن يحاب، فإنه جد. وإني أرى أكثر الناس قد حادوا عن الشريعة، وصار كلام المتزهدين كأنه شريعة لهم. فيقال: قال أبو طالب المكي: كان من السلف من يزن قوته بكربة فينقص كل يوم. وهذا شيء ما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وإنما كانوا يأكلون دون الشبع. فأما الحمل على النفس بالجوع فمنهي عنه. ويقول: قال داود الطائي لسفيان: إذا كنت تشرب الماء البارد متى تحب الموت؟ وكان ماؤه في دن، وما علم أن للنفس حظا، وأن شرب الماء الحار يرهل المعدة ويؤذي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبرد الماء. ويقول آخر منهم: منذ 50 سنة أشتهي الشواء ما صفى لي درهمه. ويقول آخر: أشتهي أن أغمس جزرة في دبس فما صح لي. أتراهم أرادوا حبة منذ خرجت من المعدن ما دخلت في شبهة؟ هذا شيء ما نظر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الورع حسنا، ولكن لا على حمل المشاق الشديدة. وهذا بشر الحافي يقول: لا أحدث لأني أشتهي أن أحدث. وهذا تعليل لا يصلح، لأن الإنسان مأمور. وهذا بشر الحافي يقول: لا أحدث لأني أشتهي أن أحدث. وهذا تعليل لا يصلح، لأن الإنسان مأمور بالنكاح، وهو من أكبر المشتهى. وهذا بشر الحافي يقول: لا أحدث لأني أشتهي أن أحدث. وهذا تعليل لا يصلح، لأن الإنسان مأمور بالنكاح، وهو من أكبر المشتهى. وكان بشر حافيا حتى قيل له الحافي، ولو ستر أمره بنعلين كان أصلح. والحفاء يؤذي العين، وليس من أمر الدنيا في شيء، فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان، وما كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما المتزهدون عليه اليوم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويمزح ويختار المستحسنات ويسابق عائشة رضي الله عنها، وكان يأكل اللحم ويحب الحلوى ويستعذب له الماء. وعلى هذا كان طريقة أصحابه،
فأظهر المتزهدون طرائق كأنها ابتداء شريعة وكلها على غير الجادة، ويحتجون بقول المحاسبي والمكي، ولا يحتج أحد منهم بصحابي ولا تابعي ولا بإمام من أئمة الإسلام. فإن رأوا عالما لبس ثوبا جميلا أو تزوج مستحسنة أو أفطر بالنهار أو ضحك عابوه. فينبغي أن يعلم أن أكثر من صح قصده منهم على غير الجادة لقلة علمهم، حتى إن بعضهم يقول منذ 80 سنة ما اضطجعت، ويقول آخر حلفت لا أشرب الماء سنة. وهؤلاء على غير الصواب، فإن للنفس حقا. فأما من ساء قصده ممن نافق وراء لاجتلاب الدنيا وتقبيل الأيدي فلا كلام معه، وهم جمهور المتصوفة، فإنهم رقعوا الثياب الملونة ليراهم الناس بعين الترك للزينة، وما معهم أحسن من السفلاطون الهامش، وردت الكلمة هكذا، وما معهم أحسن من السفلاطون، وإنما رقع القدماء للفقر، فهم في اللذات وجمع المال وأخذ الشبهات واستعمال الراحة واللعب ومخالطة السلاطين. وهؤلاء قد كشفوا القناع وباينوا زهد أوائلهم، بل أعجب منهم من ينفق هذا عليه. انتهى الشريط 18، وننتقل إلى الشريط 19. الشريط 19 من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. الوجه الأول. 361 تشبيه أحوال الآدمي بأطوار القمر ودود القز. إن الله عز وجل جعل أحوال الآدمي أمثلة ليعتبر بها، فمن أمثلة أحواله القمر الذي يبتدئ صغيرا ثم يتكامل بدرا ثم يتناقص بالمحاق ثم يتناقص بالمحاق، وقد يطرأ عليه ما يفسده كالكسوف. فكذلك الآدمي أوله نطفة ثم يترقى من الفساد إلى الصلاح، فإذا تم كان بمنزلة البدر الكامل، ثم تتناقص أحواله بالضعف، فربما هجم الموت قبل ذلك هجوم الكسوف على القمر. قال الشاعر: والمرء مثل هلال عند طلعته يبدو ضئيلا لطيفا ثم يتسق يزداد حتى إذا تم يزداد حتى إذا ما تم أعقبه كر الجديدين نقصا ثم ينمحق. ومن أمثلة حاله دود القز، فإنه يكون حيا إلى أن يبتدئ فباتت قوته. ومن أمثلة حاله دود القز، فإنه يكون حيا إلى أن يبتدئ نبات قوته، وهو ورق الفرصاد الهامش. الفرصاد هو التوت، انتهى الهامش. فإذا اخضر الورق دبت الروح فيه، ثم ينتقل من حال إلى حال كانتقال الطفل، ثم يرقد كغفلة الآدمي عن النظر في العواقب، ثم ينتبه فيحرص على الأكل كحرص الشره على تحصيل الدنيا، ثم يسد على نفسه كما يحطب الآدمي الأوزار على دينه، فيرتهن في
في ذلك الحبس فيرتهن في ذلك الحبس كما يرتهن الميت في قبره، ثم يقرض أو يقرض فيخرج خالقا، ثم يقرض فيخرج خلقا آخر، كما تنشر الموتى غرلا بهما. وقد دله على البعث تكون النطفة كالميت ثم تصير آدميا، وإلقاء الحب تحت الأرض فيفسد ثم تصير آدميا، وإلقاء الحب تحت الأرض فيفسد ثم يهتز خضرا. إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. 362. المذنب لا ينظر في العواقب لقلة عقله. إنما فضل العقل بتأمل العواقب، إنما فضل العقل بتأمل العواقب. فأما القليل العقل فإنه يرى الحال الحاضرة ولا ينظر إلى عاقبتها، فإن اللص يرى أخذ المال وينسى قطع اليد، والبطال يرى لذة الراحة وينسى ما تجني من فوات العلم وكسب المال، فإذا كبر فسئل عن علم لم يدري، وإذا احتاج سأل فذل، فقد أربى ما حصل له من التأسف على لذة البطالة، ثم يفوته ثواب الآخرة بترك العمل في الدنيا. وكذلك شارب الخمر يلتذ تلك الساعة وينسى ما يجني من الآفات في الدنيا والآخرة. وكذلك الزنا، فإن الإنسان يرى قضاء الشهوة وينسى ما يجني من فضيحة الدنيا والحد. الهامش أعاد هذه المعاني مرارا، انتهى الهامش. وربما كان للمرأة زوج فألحقت الحمل من هذا به وتسلسل الأمر، فقس على هذه النبذة وانتبه للعواقب، ولا تؤثر لذة تفوت خيرا كثيرا، وصابر مشقة تحصل ربحا وافرا، وصابر مشقة تحصل ربحا وافرا. 363. على العالم والزاهد القناعة بالكفاف. ليس في الدنيا عيش إلا لعالم أو زاهد، بلى قد يقع في صفاء حالهما كدر، وهو أن العالم يشتغل بالعلم أو بالانقطاع عن الكسب، وقد يكون له عائلة فربما تعرض بالسلطان ففسد حاله. الهامش من دار له يؤجرها، فربما تعرض بالسلطان ففسد حاله. الهامش تعرض له، تعرض بالسلطان أي تعرض له، انتهى الهامش. وكذلك الزاهد، فينبغي للعالم أو العابد، فينبغي للعالم والعابد أن يحوك في معاش كنسخ بأجرة أو عمل الخوص، أو إن فتح له بشيء واقتنع باليسير فلا يستعبده أحد، كما كان أحمد بن حنبل له أجرة لعلها تبلغ دينارا يتقوت بها. الهامش له أجرة من دار له يؤجرها، انتهى الهامش. ومتى لم يقنع أفسدت مخالطة السلاطين والعوام دينه. وفي الناس من يريد التوسع في المطاعم، ومنهم من لا يوافقه خشن العيش وهيهات أن يصح الدين مع تحصيل اللذات. وإذا قنع العالم والزاهد بما يكفي لم يتبذل للسلطان، ولم يستخدم بالتردد إلى بابه، ولم يحتج الزاهد إلى التصنع،
والعيش اللذيذ للمنقطع الذي لا يبتدل به ولا يحمل ملة، ولم يحتج الزاهد إلى تصنع، والعيش اللذيذ للمنقطع الذي لا يتبذل به ولا يحمل منه. 364. التفاوت في الفهم والتفكير. ما أكثر تفاوت الناس في الفهوم، حتى العلماء يتفاوتون التفاوت الكثير في الأصول والفروع، فترى أقواما يسمعون أخبار الصفات فيحملونها على ما يقتضيه الحس، كقول قائلهم ينزل بذاته إلى السماء وينتقل، وهذا فهم الرديء، لأن المنتقل يكون من مكان إلى مكان، ويوجب ذلك كون المكان أكبر منه ويلزم منه الحركة، وكل ذلك محال على الحق عز وجل. وأما في الفروع فكما يروى عن داود أنه قال في قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، فقال إن بال غيره جاز، فقال إن بال غيره جاز. الهامش داود إمام الظاهرية، والظاهرية ومنهم ابن حزم، ومنهم من يتسمى في زماننا بأهل الحديث، هم أضيق الناس نظرا وأبعدهم عن فهم علل التشريع، وعن حقيقة الفقه، حتى بلغ الأمر بابن حزم أن ألف كتابا في أبطال القياس بزعمه، أو في إبطال القياس بزعمه، ولو بطل القياس لبطلت 9 أعشار أحكام الشرع، لأن المعاملات كلها مبنية أحكامها على القياس، وبذلك كان الإسلام دينا مرنا يصلح لكل زمان ومكان، وهذه من مزايا الإسلام. انتهى الهامش. فقال إن بال غيره جاز، فما يفهم المراد من التنجيس بل يأخذ بمجرد اللفظ، وكذلك يقول لحم الخنزير حرام لا جلده، نعوذ بالله من سوء الفهم. وكذلك يتفاوت الشعراء الذين شغلهم التفطن لدقائق الأحوال، كقول قائلهم لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. والجفنات عدد يسير، فلو قال الجفان لكان أبلغ، ولو قال بالدجى لكان أحسن، ويقطرن دليل على القلة. وكذلك قول القائل همها العطر والفراش، ويعلوها لجين ولؤلؤ منظوم، وهذا قاصر، فإنه لو فعلت هذا سوداء لحسنها. إنما المادح هو القائل ألم ترى أني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا، وإن لم تطيب وكذا قول القائل أدعو إلى هجرها قلبي فيتبعني، حتى إذا قلت هذا صادق نزع، أدعو إلى هجرها قلبي فيتبعني حتى إذا قلت هذا صادق نزع. ولو كان صادقا في المحبة لما كان له قلب يخاطبه، وإذا خاطبه في الهجر لم يوافقه، إنما المحب الصادق هو القائل. يقولون لو عاتبت قلبك لرعوى، فقلت وهل للعاشقين قلوب. ومثل هذا إذا نوقش كثير، فأقل موجود في الناس الفهم والغوص على دقائق المعاني. 365. لذات الدنيا غير صافية. من تأمل الدنيا
علم أنه ليس فيها لذة أصلا، فإن وجدت لذة شيبت بالنغص التي تزيد على اللذة أضعافا. فمن اللذات النساء، فربما لم تثبت المستحسنة، وربما لم تحب الزوج، فمتى علم ذلك تعزل عنها، وربما خانت، وذلك الهلاك. فإن تمت المرادات فذكر الفراق زائد في التألم على الالتذاذ. ومن اللذات الولد ومقاسات البنت إلى أن تتزوج، ومن اللذات الولد ومقاسات البنت إلى أن تتزوج، وما تلقى من زوجها وخوف عارها محن قبيحة، وما تلقى من زوجها وخوف عارها محن قبيحة. والابن إن مرض ذاب الفؤاد، وإن خرج عن حد الصلاح زاد الأسف، وإن كان عدوا فمراده هلاك الأب. ثم إن تم المراد فذكر فراقه يذيب القلوب، ولو أن فاسقا أحب بعض المردي انتهك عرضه في الدنيا وذهب دينه، ثم لا يلبث أن تتغير حليته فيصير مبغوضا مع ما سبق من الهتكة والإثم. وكم قد غلبت شهوة رجل وطئ الجواري السود، فجاء الولد أسود فبقي عارا عليه. ومن هذا الجنس الالتذاذ بالمال وفي تحصيله آثام وفي فراقه حسرة، وذهاب العمر فيه غبينة. وهذا أنموذج لما لم يذكر، فينبغي لمن وفقه الله سبحانه أن يأخذ الضروري الذي يميل إلى سلامة الدين والبدن والعافية، وأن يهجر الهوى الذي نغصه تتضاعف على لذته. ومن صبر على ما يكره قصد النفع في العاقبة التذ أضعافا، كطالب العلم فإنه يتعب يسيرا وينال خير الدارين مع سلامة العاقبة. ولذة البطالة تعقب عدم العلم والعمل فيزيد الأسى أضعافا. فالله أن يغلبك هواك العاجل، وما تهم الهوى بالتوثب فامنعه، وزن عاجله بآجله، وما يتذكر إلا أولو الألباب. 366. الرد على المتكلمين والمعتزلة والمبتدعة. رأيت إبليس قد احتال بفنون الحيل على الخلق، وأمال أكثرهم عن العلم الذي هو مصباح السالك، فتركهم يتخبطون في ظلمات الجهل، وشغلهم بأمور الحس، فهم يحسنون ما يحسنه الحس، ولا يلتفتون إلى مشورة العقل، فإذا ضاق بأحدهم عيشه أو نكب اعترض فكفر. فمنهم من ينسب ذلك إلى الدهر، ومنهم من يسب الدنيا، وهذا تسقيف. الهامش كذا وما عرفت لها معنى، أي كلمة تسقيف، ولعلها من عامية زمانه، أو لعلها مما حرف النساخ. انتهى الهامش. لأن الدهر والدنيا لا يفعلان، وإنما هو عيب للمقدر. ومنهم من يخرجه الأمر إلى جحد الحكمة، فيقول أي فائدة في نقض المبني. وزعم بعضهم أنه لا يتصور عود المنقوض، وأنكروا البعث، ويقولون ما جاء من ثم أحد، أو ونسوا أن الوجود منتهى بعد، ولو حلفت لصار الأيمان بالغيب، ولو حلفت لصار الإيمان بالغيب عيانا،
ولا يصلح أن يدل على الإحياء بالأحياء. ثم نظر إبليس فرأى في المسلمين قوما فيهم فطنة، فأراهم أن الوقوف على ظواهر الشريعة حالة يشاركهم فيها العوام، فحسن لهم علوم الكلام وصاروا يحتجون بقول بقراط وجالينوس وفيثاغورس الهامش كاحتجاج شباب اليوم بديكارت وداروين وبريكسون، يردون الحق إن جاء على لسان شيخ أو فقيه، ويقبلون الباطل إن جاء على لسان مستر أو موس أو ميسيو. انتهى الهامش. وهؤلاء ليسوا بمتشرعين ولا تبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما قالوا بمقتضى ما سولت لهم أنفسهم. وقد كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغله بحفظ القرآن وسماع الحديث فيثبت الإيمان في قلبه، فقد توانى الناس عن هذا فصار الولد الفطن يتشاغل بعلوم الأوائل. الهامش. وربما عمد الأب المسلم في أيامنا إلى تسليم ولده أو بنته إلى الرهبان والراهبات. انتهى الهامش. وينبذ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أخبار أحد، وأصحاب الحديث عندهم يسمون حشوية. الهامش. الحشوية في اصطلاح علمائنا الذين يقفون في العقائد عند ظواهر الأدلة فيشبهون ويقولون إن الله في السماء حقيقة، وأن له يدا حقيقة، وأمثال هذا مما يكثر المؤلف الرد عليه هنا وفي كتابه دفع شبهة التشبيه. أما أن يقال لأهل الحديث جميعا حشوية فمعاذ الله، ولولا أهل الحديث ما حفظ الدين ولا نقلت السنة ولا عرف حلال من حرام. انتهى الهامش. ويعتقد هؤلاء أن العلم الدقيق علم الطفرة والهيولة والجزء الذي لا يتجزأ، ثم يتصاعدون إلى الكلام في صفات الخالق فيدفعون ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواقعاتهم، فيقول المعتزلة إن الله لا يرى لأن المرئي يكون في جهة، ويخالفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. الهامش. الحديث أولا حديث أحد يعمل بمثله بغلبة الظن، ولكن لا يفيد العلم ولا تثبت بمثله العقيدة، لأنه لا يقطع بأنه صلى الله عليه وسلم قال والله لا يرى مثل رؤيتنا هذه، لأن الرؤية ارتسام صورة الجسم على شبكة العين، والله ليس بجسم. أما إن كانت الرؤية على شكل آخر، وهذا هو المراد إن صح الحديث، لأن أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا، فلا ننازع فيه ونؤمن به من غير بحث عن كيفيته وحقيقته. انتهى الهامش. فأوجب هذا الحديث إثارة رؤيته وإن عجزنا عن فهم كيفيتها. وقد عزل هؤلاء الأغبياء عن التشاغل بالقرآن وقالوا مخلوق، فزالت حرمته من القلوب، وعن السنة قالوا أخبار أحد، وإنما مذاهبهم السرقة من بقراط وجالينوس. وقد استفاد من تبع الفلاسفة أنه يرفه نفسه عن تعب الصلاة والصوم، وقد كان كبار العلماء يذمون علم الكلام، حتى قال الشافعي حكمي فيهم أن يركبوا على البغال ويشهروا، حكمي فيهم أن يركبوا أو يركبوا على البغال ويشهروا أو ويشهروا
ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بالكلام، وقد آل بهم الأمر إلى أن اعتقدوا أن من لم يعرف تحرير دليل التوحيد فليس بمسلم. الهامش: المؤلف نفسه قال هذا في الفصل رقم 221 ورددت عليه في الحاشية. انتهى الهامش. فالله الله من مخالطة المبتدعة، وعليكم بالكتاب والسنة ترشدوا. 367 الزمان أشرف من أن يضيع فيما لا ينفع. رأيت العادات قد غلبت الناس في تضييع الزمان، وكان القدماء يحذرون من ذلك أو ويحذرون من ذلك. قال الفضيل: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. ودخلوا على رجل من السلف فقالوا: لعلنا شغلناك. فقال: أصدقكم كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. وجاء رجل من المتعبدين إلى سري السقطي فرأى عنده جماعة فقال: سرت مناخ البطالين. ثم مضى ولم يجلس. ومتى؟ لأن المزور طمع فيه الزائر فأطال الجلوس فلم يسلم من أذى. وقد كان جماعة قعودا عند معروف فأطالوا، فقال: إن ملك الشمس لا يفتر في سوقها، أفما تريدون القيام؟ وممن كان يحفظ اللحظات عامر بن عبد قيس. قال له رجل: قف أكلمك. قال: فأمسك الشمس. وقيل لكرز بن وبرة: لو خرجت إلى الصحراء. فقال: يبطل الزوجار. الهامش: كذا ورد ولم أعرف ما هو. انتهى الهامش. وكان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وكان عثمان الباقلاوي دائم الذكر لله تعالى فقال: إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. الهامش: إذا نوى بالأكل التقوي على الطاعة ولحظ حمد الله عليه كان أكله ذكرا. انتهى الهامش. وأوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم، واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة. فإن في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. فكم يضيع الآدمي من ساعات يفوته فيها الثواب الجزيل. وهذه الأيام مثل المزرعة، فكأنه قيل للإنسان: كلما بذرت حبة أخرجنا لك ألف كر أو كر. فهل يجوز للعاقل أن يتوقف في البذر ويتوانى؟ والذي يعين على اغتنام الزمان الانفراد والعزلة مهما أمكن، والاقتصار على السلام أو حاجة مهمة لمن يلقى، وقلة الأكل، فإن كثرته سبب النوم الطويل وضياع الليل. ومن نظر في سير السلف وآمن بالجزاء بان له ما ذكرته. 368 كيف يجب أن تعاشر النساء؟ ينبغي للعاقل أن يتخير امرأة صالحة من بيت صالح يغلب عليه الفقر، لترى ما يأتيها به كثيرا،
وليتزوج من يقاربه في السن. فأما الشيخ فإنه إذا تزوج صبية آذاها، وربما فجرت أو قتلت أو طلبت الطلاق وهو يحبها فيتأذى، وليتم نقصه بحسن الأخلاق وكثرة النفقة. ولا ينبغي للمرأة أن تقرب من زوجها كثيرا فتمل، ولا تبعد عنه فينساها، ولتكن وقت قربها إليه كاملة النظافة مستحسنة، ولتحذر أن يرى فرجها أو جسمها كله، فإن جسم الإنسان ليس بمستحسن. الهامش: من قال هذا؟ انتهى الهامش. وكذلك ينبغي له ألا يريها جسمه، وإنما الجماع في الفراش. ورأى كسرى يوما كيف يسلخ الحيوان ويطبخ، فتقلبت نفسه ونفى اللحم، فذكر ذلك لوزيره فقال: أيها الملك، الطبيخ على المائدة والمرأة في الفراش، ومعناه لا تفتش عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني، وقام ليلة عريانا فما رأيت جسمه قبلها. وهذا الحزم. وكذلك يعجب الرجل بالمرأة، لأنه لم يرع عيوبها. وليكن للمرأة فراش وله فراش، فلا يجتمعان إلا في حال الكمال. ومن الناس من يستهين بهذه الأشياء، فيرى المرأة متبذلة تقول: هذا أبو أولادي، ويبتذله، فيرى كل واحد من الآخر ما لا يشتهي، فينفر القلب وتبقى المعاشرة بغير المحبة. وهذا فصل ينبغي تأمله والعمل به، فإنه أصل عظيم. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني من الشريط التاسع عشر والأخير من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. 369. فائدة القناعة للعالم والزاهد. لا عيش في الدنيا إلا للقنوع باليسير. فإنه كلما زاد الحرص على فضول العيش زاد الهم وتشتت القلب واستعبد العبد. وأما القنوع فلا يحتاج إلى مخالطة من فوقه ولا يبالي بمن هو مثله، إذ عنده ما عنده. وإن أقواما لم يقنعوا وطلبوا لذيذ العيش فأزروا بدينهم وذلوا لغيرهم، وخصوصا أرباب العلم، فإنهم ترددوا إلى الأمراء فاستعبدوهم، ورأوا المنكرات فلم يقدروا على إنكارها، وربما مدحوا الظالم اتقاء لشره، فالذي نالهم من الذل وقلة الدين أضعاف ما نالوا من الدنيا. ومن أقبح الناس حالا من تعرض للقضاء والشهادة، ولقد كانتا مرتبتين حسنتين. وكان عبد الحميد القاضي لا يحابي، فبعث إلى المعتضد وقال له: قد استأجرت وقوفا فأد أجرتها. ففعل. وقال له المعتضد: قد مات فلان ولنا عليه مال. فقال: أنت تذكر لما وليتني؟ قلت لي: قد أخرجت هذا الأمر من عنقي ووضعته في عنقك، ولا أقبل هذا إلا بشاهدين. وكذلك كان الشهود. دخل جماعة على بعض الخلفاء فقال الخادم: اشهدوا على مولانا بكذا. فشهدوا. فتقدم المجذوعي إلى الستر فقال: يا أمير المؤمنين، أشهد عليك بما في هذا الكتاب. فقال: اشهد. قال: إنه لا يكفي في ذلك، لا أشهد حتى تقول نعم. الهامش: قوله أشهد أدل على القصد وأصرح من قوله نعم.
انتهى الهامش. قال نعم، فأما في زماننا فتغيرت تلك القواعد من الكل، خصوصا من يتقرب بالمال ليستشهد، فتراه يسحب ليشهد على ما لا يرى. قال لي أبو المعالي ابن شافع: كنت أحمل إلى بعض أهل السواد وهو محبوس وأشهد عليه، كنت أحمل إلى بعض أهل السواد وهو محبوس وأشهد عليه، وأعلم أنه لولا مكره الجاء وأعلم أنه لولا مكره لجاء إلي بقدمي، وأنا أستغفر الله من ذلك. وليس للشهود جراية فيحملون أو فيحملون ذلك لأجلها، وإنما الذي يحصل جر الطيلسان وطرق الباب وقول المعرف حرس الله نعمتك شهادة. ولما قيل لإبراهيم النخعي: تكون قاضيا، لبس قميصا أحمر وجلس في السوق، فقالوا: هذا لا يصلح. ودخل بعض الكبار على الرشيد وقد أحضره ليوليه القضاء، فسلم وقال له: كيف أنت وكيف الصبيان؟ فقيل: هذا مجنون. فيا لله جنون هو العقل، وما أظن الإيمان بالآخرة إلا متزلزلا في أكثر القلوب. نسأل الله سبحانه سلامة للدين فإنه قادر. 370: مع كل فرحة في الدنيا ترحى. قد تكرر معناه في هذا الكتاب، إلا أن إعادته على النفوس مهمة لئلا يغفل عن مثله. ينبغي للمؤمن أن يعلم أن الله سبحانه مالك حكيم لا يعبث، وهذا العلم يوجب نفي الاعتراض على القدر. وقد لهج خلق بالاعتراض قدحا في الحكمة، وذلك كفر، وأولهم إبليس في قوله: خلقتني من نار وخلقته من طين. ومعنى قوله إن تفضيلك الطين على النار ليس بحكمة. وقد رأيت من كان فقيها دأبه الاعتراض، وهذا لأن المعترض ينظر إلى صورة الفعل، ولو أن صورة الفعل صدرت من مخلوق مثلنا حسن أن يعترض أو أن يعترض عليه. فأما من نقصت الأفهام عن مطالعة حكمته فاعتراض الناقص الجاهل عليه جنون. فأما اعتراض الخلعاء فدائم، لأنهم يريدون جريان الأمور على أغراضهم، فمتى انكسر لأحدهم غرض اعترض. وفيهم من يتعدى إلى ذكر الموت فيقول: بنى ونقض. وكان لنا رفيق قرأ القرآن والقراءات وسمع الحديث الكثير، ثم وقع في الذنوب وعاش أكثر من 70 سنة، فلما نزل به الموت ذكر لي أنه قال: قد ضاقت الدنيا إلا من روحي. ومن هذا الجنس سمعت شخصا يقول عند الموت: ربي يظلمني، وهذا كثير، ويكره أن يحكى كلام الخلعاء في جنونهم واعتراضاتهم الباردة، ولو فهموا أن الدنيا ميدان مسابقة ومارستان صبر. الهامش: المارستان أو بيمارستان بمعنى مستشفى، وعند العام اليوم دار المجانين. انتهى الهامش. ولو فهموا أن الدنيا ميدان مسابقة ومارستان صبر ليبين بذلك أثر الخالق لما اعترضوا. والذي طلبوه من السلامة وبلوغ الأغراض أمامهم لو فهموا، والذي طلبوه من السلامة
وبلوغ الأغراض أمامهم لو فهموا. الهامش أي أن السلامة وبلوغ الأغراض إنما تكون يوم القيامة. انتهى الهامش. فهم كالزورجاري يتلوث بالطين، فإذا فرغ لبس ثياب النظافة. ولما أريد نقض هذا البدن الذي لا يصلح للبقاء نحيت عنه النفس الشريفة، ثم بني بناء يقبل الدوام. وبعد هذا فقل للمعترض فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قل له إن اعترض لم يمنع ذلك جريان القدر، وإن سلم جرى القدر، فلأن يجري وهو مأجور خير من أن يجري وهو مأزور. وما أحسن سكوت وضاح اليمن لما اختبأ في صندوق فقال السلطان: أيها الصندوق، إن كان فيك ما نظن فقد محونا أثرك، وإن لم يكن فليس بدفن خشب من جناح فلو أنه صاح ما انتفع بشيء، ولربما أخرج فقتل أقبح قتله الهامش. قصة وضاح اليمن قصة خبيثة مكذوبة وضعت للطعن في العرب والمسلمين. انتهى الهامش. 371 أفراح الدنيا لا تصفو من الأكدار. من تلمح أحوال الدنيا علم أن مراد الحق سبحانه وتعالى اجتنابها، فمن مال إلى مباحها ليلتذ وجد مع كل فرحة ترحى، وإلى جانب كل راحة تعبا، وآخر كل لذة نغصا يزيد عليها. وما رفع شيء من الدنيا إلا ووضع. أحب الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، فجاء حديث الإفك، ثم يكفي أنه إذا حصل محبوبه فعين العقل ترى فراقه فيتنغص عند وجوده، كما قال الشاعر: أتم الحزن عندي في سروري، تيقن عنه صاحبه انتقالا. فيعلم العاقل أن مراد الحق بهذا التكدير التنفير عن الدنيا، فيبقى أخذ البلغة منها ضرورة وترك الشواغل، فيجتمع الهم في خدمة الحق، ومن عدل عن ذلك ندم على الفوات. 372 احفظ مالك وتوسط في الإنفاق واكتم أمر معيشتك. العاقل يدبر بعقله عيشته في الدنيا، فإن كان فقيرا اجتهد في كسب وصناعة تكفه أو تكفه عن الذل للخلق، وقلل العلائق واستعمل القناعة فعاش سليما من منن الناس عزيزا بينهم، وإن كان غنيا فينبغي له أن يدبر في نفقته خوف أن يفتقر فيحتاج إلى الذل للخلق، ومن البلية أن يبذر في النفقة ويباهي بها ليكمد الأعداء، كأنه يتعرض بذلك إن أكثر لإصابته بالعين. وينبغي التوسط في الأحوال وكتمان ما يصلح كتمانه. ولقد وجد بعض الغسالين مالا فأكثر في النفقة فعلم به فأخذ منه المال وعاد إلى الفقر، وإنما التدبير حفظ المال والتوسط في الإنفاق وكتمان ما لا يصلح إظهاره. ومن الغلط إطلاع الزوجة على قدر المال
ومن الغلط إطلاع الزوجة على قدر المال، فإنه إن كان قليلا هان عندها الزوج، وإن كان كثيرا طلبت زيادة الكسوة والحلي. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وكذلك الولد، وكذلك الأسرار ينبغي أن تحفظ منها ومن الصديق، ينبغي أن تحفظ منها ومن الصديق، فربما انقلب. فقد قال الشاعر: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. بحمد الله تعالى قد نجز ما توخاه الفكر الفاتر من تقييد ما جمعه القلم من صيد الخاطر، مقتصرا فيه على ما به التخلي من الأمراض النفسية والتحلي بالآداب الشرعية والأخلاق المرضية. جعله الله خير هاد على منبر الوعظ والإرشاد، وأنفع كتاب تجلى تجلى في مرايا الظهور لهداية العباد. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استدراك: ذكر ابن رجب أن ابن الجوزي استفتي في رجل من الفقهاء فقال: إن عائشة قاتلت عليا فصارت من البغاة، فأجاب: هذا رجل ليس له علم بالنقل، وقد سمع أنه جرى قتال، ولعمري أنه قد جرى قتال، ولكن ما قصدته عائشة ولا علي، إنما أثار الحرب سفهاء الفريقين، ولولا علمنا بالسير لقلنا مثل الذي قال. ولقد كنت علقت على كلام المؤلف في ذيل الصفحة رقم 532 بمثل هذا، ولم أكن رأيت هذه الفتوى، فلما رأيتها فرحت إذ وفقت بتعليقي عليه ما أفتى به. ومن فتاواه فتوى قال فيها: وقد رأيت من يقوم بالليل على المنارة فيعظ ويذكر، أو يقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم، ويخلط على المتهجدين قراءتهم، وكل ذلك من المنكرات. تم بحمد الله تعالى الانتهاء من تسجيل هذا الكتاب، كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي، ومن تعليق علي الطنطاوي وناجي الطنطاوي في يوم الاثنين 11 من شهر صفر من عام 21 و400 ألف للهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأه عبد اللطيف الغامدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.